يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. واخيرا الاتحاد المصري لكره القدم يصدر بيان اعتذار للشعب المصري للجماهير المصريه. بيان اعتذار تاخر كثيرا. هتقول لي كثيرا ده احنا خاصين يوم الاحد. في حد بالليل ممكن يطلع فيه بيان اعتذار عادي. كان في الاثنين الصبح، اثنين بالليل، كان عندنا الثلاثة الصبح، ثلاث بالليل، وسائر حد الاربع، عشان ببساطة شديدة نعتذر للجمهور، ما نقولوش احنا خدنا قرارات يعني، بس نعتذر. كان في مشكلة يعني لو اعتذرنا من بدري؟ طبيعي يعني، الشعور الإنساني الطبيعي يعني، خاصة لو أنت أسأت الجمهور كرة القدم المصرية بإدارة خاطئة. بس ماشي، أهو بيان اعتذار، حلو. اللي مش حلو مضمون البيان، مضمون بيان الاعتذار. اللي بيطلع منه اتحاد الكرة انه بيقول انا ما عنديش اي اخطاء، انا ما عنديش اي مشاكل، بس بعتذر للجمهور، يلا كده وكده 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 وكده، عشان بس ما حدش يقول لي ايه انت ما بتعتذرش ليه، ادي بعتذر اهو خلاص كده وكده كده وكده، لكن انا ما عنديش مشكله. يتقدم الاتحاد المصري لكره القدم بالاعتذار الى الجماهير المصريه العظيمه، حلو، على ما قدمه المنتخب المصري الوطني لكره القدم من نتائج خلال مشاركته في بطوله كاس الامم الافريقيه 2023 المقامة بكوت ديفوار، وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف، ركز معايا، وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة. ركز معايا، هنرجع للفقرة دي عشان دي أهم واحدة فيهم. كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي. وإذ يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية. يا سلام، دي من عندي أنا مش في البيان. فإن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 4/2/2024 لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة، ولن يدخر الاتحاد، يا سلام، أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة. يا سلام يا سلام، دي من عندي برضو. ده البيان. بص، هو قال لك إيه؟ قال لك احنا عملنا كل حاجة، عملنا الدور المنوط ان احنا نعمله، ولبينا كل الرغبات، وعملنا المنتخب عايزه، وساعدنا المنتخب، واحنا ما قصرناش في حاجة. دي بقى اصل الحكاية، دي اصل الحكاية. والمصيبة ان الاتحاد ده واللي قبله واللي قبل قبله واللي قبل 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 قبله مش فاهمينها. يا سيدي والله الكورة في مصر ما هي منتخب ومدرب. انت عملت ايه النهارده كاتحاد كوره؟ قلت ايه؟ احنا مش غلطانين يا جماعه، ده المدرب واللعيبه بقى هم اللي عندهم المشكله مش احنا خالص. يا سلام، ما احنا بنلف في نفس الدايره. انت بكره هتمشي لي روي فيتوريا، هتجيب واحد تاني كده بقى كده، انت خدت القرارات السليمه العظيمه اللي ما فيهاش زي ما فيها ما لهاش زي. والله ما هي دي الحكايه. انت كاتحاد كوره لا بتهتم بقطاعات ناشئين، لا بتهتم بمنتخبات ناشئين، لا بتراقب على أندية، لا بتساعد على احتراف اللاعبين للخارج، لا بتعمل مسابقات ناشئين كويسة، ما بتعملش حاجة خالص خالص. ودي بقى حكاية تانية يا جماعة، احنا بيضحك علينا، احنا الجمهور، احنا المتابعين اللي بنحب منتخب بلدنا طول الوقت بيضحك علينا. ازاي؟ بصوا يا جماعه، احنا نهدي الجمهور بقى شويه، نهديهم نهديهم. ماشي فيتوريا، ماشي فيتوريا، هات مدرب مصري، ماشي من ايام الكابتن محمود الجوهري، ماشي كابتن محمود الجوهري، هات مدرب اجنبي، ماشي مدرب اجنبي. طب هات لهم بقى مدرب مصري تاني، عشان المدرب الوطني هو اللي بينفع مع المنتخبات. ماشي المدرب الوطني وهات لهم مدرب اجنبي، عشان المدرب الاجنبي هو بس اللي ينفع مع المنتخبات، مش المدرب المصري عشان الضغوط. يجي الاجنبي، مشي بقى على الكونوري عجب، هات لي بقى مدرب مصري. هو ده بقى. انا يا جماعه نجاحاتنا كلها مع مدرب مصري، يمشي مدرب مصري. يا جماعه اللعيبه كبيره دلوقتي ما تستحملش مدرب مصري ومش هيعرف يتعامل معاهم، هات مدرب اجنبي. نفضل نلف نفس الدايره دي ويتوهونا. لا مش هيضحك علينا تاني بقى وكفايه.
كلنا متضايقين جدا 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 من روي فيتوريا، وروي فيتوريا صدمنا جميعا في كاس الامم الافريقيه، وادى اداء في منتهى السوء، ويتحمل اولا النتائج اللي عملتها او عملها المنتخب المصري في كاس الامم الافريقيه. خلاص حطيت على جنب، بس واحده واحده بقى، واحده واحده يا جماعه، عشان انا بسمع كلام دلوقتي يقول لك ايه، يقول لك في البيان، هات البيان تاني عشان اقول لك الكلمه اللي مستفزه جدا، مستفزه والله. يقول لك في البيان: وعدم تحقيق طموحات الجماهير المصريه واهداف مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، واهداف مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم دي حضرتك ما حطيتهاش ليه في العقد بتاع روي فيتوريا اللي قلت له فيها ان احنا عايزينك توصل لكاس العالم؟ ما قلتلوش فيها انك عايز تكسب كاس الامم الافريقيه، انك تحقق نتائج كويسه في كاس الامم الافريقيه؟ ما عملتش كده ليه في العقد بتاع كارلوس كيروش اللي قبله؟ ما هو كارلوس كيروش برضو لو تفتكروا لما طلع قال لك مش كاس الامم اللي انا بدور عليها، انا بدور ان انا اوصل لكاس العالم، فاكر؟ طب ما هي لو اهداف للاتحاد المصري لكره القدم واهداف للجماهير المصريه حضرتك حطها في عقد اي مدير فني، ما بتحطهاش ليه؟ طب انا دلوقتي لما اروح لفيتوريا اقول له لو سمحت انت ما عملتش اهداف اتحاد الكره المصري والجماهير المصريه، هيقول لك اللي هي ايه؟ ده العقد مكتوب فيه كاس عالم، لما ما وصلش كاس عالم تعالى اتكلم معايا، حقه ولا مش حقه؟ احنا ليه كلنا اتفاجئنا يا جماعه؟ بلاش، هو احنا واحنا بنعمل عقد مع روي فيتوريا 4 سنين واثقين انه هيكسب كاس الامم الافريقيه؟ ما هو خلال ال4 سنين دول فيهم كاس الامم الافريقيه، ما نخرج بقى دور اول، نخرج 16، نخرج سيمي فاينل، فاينل، ما فيش حاجه مضمونه في الكوره خالص، وادينا شايفين اهو، وفي بطولات اوروبيه وكاس عالم ياما منتخبات كبيره طلعت حتى من الدور الاول، صح؟ فمفيش حاجه مضمونه خالص. احنا دلوقتي متفاجئين كلنا، الحق روي فيتوريا ما عملش اهدافنا اللي هي ايه؟ كاس الامم الافريقيه؟ فينها في العقد؟ حاجات تجنن. يعني دلوقتي انا حاطط نفسي مكان روي فيتوريا، الراجل اللي ما نجحش خالص في كاس الامم الافريقيه وكان سبب اول، عشان برضه بكرر انا مش بدافع عنه، بس انا بحط نفسي مكان روي فيتوريا، هما الناس متضايقه مني ليه؟ هو الناس زعلانه مني ليه؟ هو الجمهور زعلان مني ليه؟ واتحاد الكره زعلان مني ليه؟ ما لو على تصفيات كاس العالم انا عارف ان احنا هنوصل كاس العالم، هو ممكن يقول في نفسه في قرارات نفسه كده، ما هو دي الاهداف اللي مطلوبه مني. وما انتوا بتبدوا معايا قلتوا لي ليه عايزين مشروع 4 سنين؟ وما انتوا ليه عايزين الهدف الاساسي كاس العالم؟ صح ولا غلط؟ يبقى احنا بندير اصلا غلط. يبقى اتحاد الكوره وهو بيطلع بيان الاعتذار ما يقولش فيه احنا عملنا اللي علينا، واحنا وفرنا كل سبل الراحه والمساعده والمش عارف ايه والبتنجان والحاجات الكتيره ديت، تمام، وانا بريء والمشكله عند المدير الفني واللاعبين. يا سلام، لا مشكلتك طبعا، مشكلتك اولا اصلا، يعني ده واحد. اتنين، روي فيتوريا يا جماعه لما جه منتخب مصر هل حد فينا اعترض؟ معلش يعني انا بحب ارجع لورا شويه، هل حد فينا قال ده مدرب فاشل؟ هل حد فينا قال ده مدرب مش هينفع؟ ركز معايا بقى في الجمله دي، مش هينفع منتخب مصر عشان هو ما ضربش منتخب قبل كده ومش هينجح مع المنتخب؟ لا ما قلناش كده، بالعكس احنا قلنا حاجه تانية خالص، قلنا الكوره هي كوره، يعني مش تفرق فريق من منتخب، بس احنا كمان كلامنا بيتغير على حسب النتائج. بصراحه ما اكذبش عليك، يعني انا مصدوم في فيتوريا ومش واثق فيه للمستقبل شخصيا، يعني مش واثق حتى انه احنا ممكن نوصل كاس العالم معاه، وعايزه يمشي او عايزه يمشي، بجيب لك من الاخر. بس احنا ليه اصلا يعني احنا ما اعترضناش في الاول؟ عشان هو سي في محترم، عشان هو مدرب برتغالي، عشان هو اسم كبير في كره القدم العربيه والافريقيه والعالميه، اسم. احنا ما اعترضناش، اختيار روي فيتوريا في الاصل ما كانش غلط، بس هل احنا ساعدنا روي فيتوريا صح؟ هديك مثال، هل احنا خلينا روي فيتوريا اللي كان جاي، بالمناسبه انا والله العظيم اشوف، انا قلت لك انا عايز روي فيتوريا يمشي، بس روي فيتوريا ده مثلا مدرب في كل الفرق اللي اشتغل فيها كان بيعتمد على عدد كبير من اللاعبين الشباب، وهو ده فكره وهو ده توجهه، انه يبقى عنده لاعبين كبير كتير شباب، بس هو فين الشباب اللي عندنا؟ معلش والله، فين الشباب اللي عندنا؟ ما عندناش شباب، احنا مين نقول له انزل بمعدل الاعمار؟ طيب ماشي، مين اللعيبه الصغيره اللي هياخدها؟ ده حتى احمد نبيل كوكا اللي خده لما صدق لقى لعيب صغير منور شويه في الدوري، لعب ماتشين بس مع الاهلي نور، قال له تعالى. ما عندناش لعيبه شباب كويسين، ما عندنا مشكله في الاجيال اللي تحت.
هي دي مش واضحه بالنسبه لحضراتكم؟ ما هي واضحه في منتخبات الشباب ومنتخبات الناشئين والحاله صعبه، بس اصله ما نزلش من معدل الاعمار. اه هينزل بيها ازاي؟ حط انت لعيب لمنتخب مصر، قول لي الاسماء الشباب الصغيره اللي انت عايزها لمنتخب مصر، اقول لك اسماء نورت شويه وبعد كده ما بقتش باينه. اديك انا بحاول اتذكر مثلا، يعني حسام عبد المجيد الزمالك، ايه رايك فيه؟ كان طالع كويس جدا فاكرين، ودخل مره المنتخب كده وبعد كده ما دخلش تاني عشان مستواه قل جدا. حسام عبد المجيد مثلا، محمود صابر دخل وكنت اعلق مع المنتخب اللي هو هوب اختفى مش يلعب حتى مع فرقته المعار ليها زد، صح؟ حسين فيصل راح فين؟ حسين فيصل اختفى لما كان دخل مع كلوش وبدا يديله، اختفى مستوى قل جدا. مروان داوود، عد بقى بص، ممكن اقول لك اسماء شباب كان فيها الامل، احمد ياسين يعني فيها الامل واختفت. طب انا اعمل ايه؟ ما عنديش خيال شباب تقدر تحافظ على المستوى ولا بتشارك مع فرقه ولا بتادي ولا ولا ولا. منظومه فيها مشاكل كبيره وضخمه. فقبل ما هنلوم فيتوريا ويستحق اللوم يعني، قبل ما نلومه لازم الاول نشوف الاصل ايه. الاصل كارثي، عندنا كوارث في كره القدم المصريه والله كوارث. هنفضل نلف اللفه اللي بتضحك علينا بيها كل شويه دي هنتوه. ماشي مدرب، هات مدرب، شيل اجنبي هات مصري، شيل اجنبي هات مصري، شيل المصري هات اجنبي، نقعد نلف الدايره. يعني اتحاد كوره بصراحه مشكلتي معاه انه حتى مش قادر يمسك المشكله، هو مش عارف، مش عايز او بيتهرب منها، هو مش عارف يمسك المشكله اصلا، هو مش عارف المشكله فين، ودي المصيبه. انا لو عارف المشكله فين ربما يحلها، بس هو كمان مش عارف المشكله ايه هي عشان يشوف لها حلول ببساطه يعني. طيب دي حكايه. حكايه تانية، امبارح خرج المنتخب المغربي من كاس الامم الافريقيه. شوف الفرق بقى، شوف الفرق. بعد المباراه بكام ساعه اشرف حكيمي اللي ضيع ضربه جزاء للمنتخب المغربي قدام جنوب افريقيا كان ممكن يتعادل بيها، اشرف حكيمي نزل اعتذار على طول، مش مستني بقى يومين ثلاثه اربعه قبل ما يفكر ويشوف اعتذر ولا ما اعتذرش، فاهم؟ وقال ان اليوم كان حزين عليه على اللاعب يعني، وقال ان هو بيعتذر عن ركله الجزاء الضائعه، وقال انه يعني كان ممكن يبقى فيه احسن بالنسبه للمنتخب المغربي، وقال كلام مهم جدا في اعتذار. حتى وليد الركراكي طلع قال لك في الصحافه المغربيه انه مستعد انه يرحل عن المنتخب المغربي، وقال ان هو باقي عند كلمته يعني. دي حكايه. كلام في احترام للجمهور. بسرعه كله يطلع يتكلم. المدرب يطلع يتكلم، اللاعب يطلع يتكلم، الاتحاد هيتكلم. حاجه سهله اهو، اشرف حكيمي بيعتذر للمغاربه عن تضييع ركله الجزاء، لاعب محترم عادي يعني، ضربه جزاء بتضيع عادي، اعظم لاعبين في العالم بيضيعوا، دي جمله يعني بنكررها كتير يعني، مش حاجه غريبه، هي ضربه حظ يعني في كل الاحوال. ده اشرف حكيمي، هاتوا اللي بعده يا شباب يلا. ركراكي قال انا باقي عند كلمتي ومستعد لمغادره المنتخب المغربي، برضه كلام محترم. قال كمان ان كان فرصه الاسود لاستخلاص العبر، ده الصحافه المغربيه بعد المباراه اسبريس. وصحيفه المنتخب قالت ان وليد عجز عن تحقيق ما انجزه كلاعب. كانت صدمه كبيره بصراحه لكل الجماهير العربيه خروج المنتخب المغربي تحديدا امبارح، لانه كان المرشح الاول بطبيعه الحال للفوز بهذه البطوله بعد ما وصل لرابع العالم في بطولة استثنائية تاريخية لكل العرب وكل القارة الأفريقية يعني. هي البطولة مع أفريقيا هارد لك للمنتخب المغربي بكل تأكيد، وكل المنتخبات العربية سواء المنتخب التونسي والجزائري والموريتاني، وبالتأكيد منتخبنا الوطني المنتخب المصري. حكاية تزعل والله كأس الأمم الأفريقية دي. الواحد لسه مصدوم وزعلان ومتضايق. عارف الحاجة الوحيدة اللي ممكن تريحك دلوقتي أو تبسطك أو تحسسك إن الحياة ممكن تبقى أحلى إيه؟ ودي نصيحة مني لاتحاد الكرة المصري، لو يقبلوا يعني النصيحة أو يفهموها أو يعني يسمعوها يعني. اطلع دلوقتي قول
والله يا جماعه احنا كان عندنا مشاكل كبيره جدا في كره القدم المصريه، كان اخرها او نتيجتها في الاخر هو ظهور المنتخب بشكل مش جيد في كاس الامم الافريقيه، وبناء عليه احنا ناويين نقعد وهنحط ترتيب لتطور كره القدم المصريه. الترتيب ده ممكن يبقى على مدار 10 سنوات، على مدار 10 سنوات اللي هو هتقول مثلا ايه، انا هبدا في اصلاح قطاعات الناشئين في مصر ومنتخبات الناشئين في مصر مثلا. اديني مشروع كده واضح امشي معاك فيه. لكن احنا المشروع بتاعنا، ودي برضو من الحاجات اللي بتضحك علينا فيها، يعني يقول لك ايه، احنا ماضيين مع روي فيتوريا كمشروع لمده 4 سنوات. المشروع مش مدرب وعقد، مشروع ده مشروع كوره. يعني المشروع ده ايه؟ انا عشان امضي مع مدرب 4 سنوات فانا بوفر له عدد كبير من اللاعبين الشباب. احنا كان معدل اعمارنا في كاس الامم الافريقيه 29 وهيوصل ل 30 كمان، 29 سنه ده رقم كبير جدا. فانا هقول له والله انا هعرف اطلع لك عدد معين من اللاعبين الشباب من المنتخبات المختلفه، يعني في منتخب 20 هعرف اطلع لك لاعب او اثنين، منتخب الاولمبي هطلع لك 3، المنتخب الناشئين ممكن تشوف يمكن يطلع لك بواحد، عندنا لعيبه مصريين موجودين في اوروبا صغار السن هنجهزهم لك كلهم. بالمناسبه صغار السن اللي موجودين في اوروبا اللي هم مزدوجي الجنسيه، ما دي برضو من الحاجات اللي تضحك. انت فاهم احنا بنصرف فلوس كتير قوي، اتحاد الكوره بيصرف فلوس كتير على مدربين وعلى تجهيزات وامور كثيره يعني، وبيكسب فلوس برضو بالمناسبه. هو دايما اتحاد الكوره يقول لك ان هو مفلس، بس هم المفروض ان هم بيكسبوا فلوس كويس، او المفروض انه يعرفوا يكسبوا في اتحاد الكوره فلوس كويسه عشان هم مش عارفين يعملوا ده. بس يعني مثلا يعني لما تيجي تروح عايز لعيب مصري مزدوج الجنسية موجود في أوروبا عايز تجيبه لمنتخبات مصر المختلفة، ما ينفعش تروح تقول له اقطع تذكرة طيران وتعالى لي عشان أشوفك، هتعجبني ما تعجبنيش يا إما ترجع. لا، يبقى عندك فريق سكاوتنج، عندك فريق كشافين يعرف اللعيب ده كويس ولا مش كويس، ولو كويس فعلا ما تجيبوش هنا تجربه، اتأكد إن هو كويس ولا لأ الأول، تمام؟ ولو اتأكدت إن هو كويس، سافر له أنت شوفه على الحقيقة واتكلم معاه وتفاوض معاه انه يبقى موجود في منتخب مصر. هتقول لي عيب يا كريم، ده شرف كبير وعظيم ليه انه يلعب لمنتخب مصر، مؤكد 100% شرف كبير لأي لاعب انه يلعب لمنتخب مصر. بس هو عنده منتخب آخر، هو عنده منتخب آخر لبلد هو عايش فيها دلوقتي. احنا ما بنقولش حاجة غريبة، المغرب بتعمل كده، تونس بتعمل كده، الجزائر بتعمل كده، غانا والسنغال وكوت ديفوار كلهم بيعملوا كده. بروح اتفاوض معاه اكني بضمه الفرقه، بضمه لفرقتي عشان هو عنده فرقه تانية بتعرض عليه برضه، فانا اقول له لا تعالى لي هنا احسن، شرف ليه هنا، بس هو برضه شايف انه شرف ليه انه يلعب هناك، الاثنين شرف ليه مش انت لوحدك. فبلاش الجو اللي هو بتاع ايه، تعالى لي ولو عجبتني هلبسك تيشيرت منتخب مصر، ما عجبتنيش خد تذكره الطيران اللي انت دافع ثمنها دي وارجع تاني. مفيش كده يا جماعه، مفيش حد بيعمل كده والله. ماشي، بمناسبه كاس الامم الافريقيه البطوله المعفرطه دي وصعود المنتخب الجنوب افريقي امبارح على حساب المنتخب المغربي لدور الثمانيه، معايا عبر زوم الان اوين داجاما المدير الفني السابق لمنتخب جنوب افريقيا. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. Good evening, Mustafa. It's مساء الخير، انا بالغ سروري ان اتواجد معكم اليوم. طيب بدايه عايز اسالك على المستوى الكبير اللي يقدمه منتخب جنوب افريقيا في هذه البطوله، البطوله الافريقيه، وفوزه بالامس على منتخب كبير هو المنتخب المغربي رابع العالم، رايك ايه؟ نعم، انها كانت مباراه صعبه، ولكن ما ساعدنا هو أول مباراة أديناها أمام تونس لم نكن بأحسن حال، ولكن تعلمنا، وأمام مالي قد قمنا ببعض التغييرات، ولكن مالي تغلبت علينا، ولكن في آخر مباراة هي من أعادتنا للظهور بهذا المستوى حينما فزنا على ناميبيا، وهذا مما حفز اللاعبين ليلعبوا مباراة المغرب ويؤدوا بهذا الشكل. في شهر يونيو 2023 لعبنا أمام المغرب وقد تعلمنا كثيرا من هذه المواجهة، كنا حذرين وكنا واثقين في أنفسنا، ولذلك ولهذا السبب قد فزنا على المغرب.
مباراة الأمس كان بين تشكيلة من لاعبين محليين في جنوب أفريقيا وتشكيلة من لاعبين عالميين موجودين في أوروبا في المنتخب المغربي. كيف يتفوق المنتخب الجنوب أفريقي ومعظم لاعبين من اللاعبين المحليين الذين يلعبون في الدوري المحلي؟ نعم، الأمر كان رائعا. أعتقد في عام 2016 حينما كانت 17 حينما كانت أفريقيا في بطولة أمم أفريقيا كان لدينا 12 لاعبا يلعبون في أوروبا، فبالتالي بطولة أمم أفريقيا هي مجرد وسيلة جيدة لتوصيل اللاعبين للأندية عن طريق الكشافين الأندية الذين يزورون البلد. فبالتالي الكثير من اللاعبين الجنوب أفريقيين يقام باكتشافهم بعد هذه البطولة، فبالتالي هذا الأمر سيكون رائعا ولكن سيكون صعبا كذلك. فالأندية تحتاج هؤلاء اللاعبين لموسم أو موسمين، ولكن وخصوصا ما حدث مع أحد اللاعبين الذي ذهب لنادي صغير ومن ثم بعد ذلك هو لعب موكوبا، انتقل بعد ذلك للدوري الممتاز البرتغالي. فبالتالي هذه فرصة جيدة للاعبين الصغار، وهذا سيفتح أعين الأندية الأوروبية على الكرة الإفريقية والجنوب إفريقية تحديدا. بالتأكيد عايز أسألك عن بيرسي تاو كونه يلعب في الدوري المصري مع النادي الأهلي والمستوى الذي يقدمه في هذه البطولة من وجهة نظرك. نعم، انظر، بيرسي تاو هو واحد من أكبر المواهب في كرة القدم في جنوب أفريقيا. إنه أيضا لعب لماميلودي سانداونز وفاز بالدوري لماميلودي سانداونز. هو سفير رائع للكرة جنوب أفريقية في القارة الأفريقية، وقد أثبت أنه أثبت أن جودته خصوصا مع نادي كبير كالنادي الأهلي، وهو قد ساعد النادي بشكل كبير والنادي ساعده ليكون لاعبا رائعا كذلك. أنا أول ما قابلت تاو حينما كان في سان داونز، حينما تم تصعيد الفريق الأول، وقد قمت بتصعيده لمنتخب تحت 23 عام، منتخب الأولمبي، وأيضا لعب معي. بعد ذلك استدعيته للفريق للمنتخب الجنوب أفريقي المنتخب الأول، وأعطيته أول فرصة ليلعب أول مباراة رسمية له مع منتخب جنوب أفريقيا ضد غينيا بيساو، وبعد ذلك بوركينا فاسو. وقد نزل في مباراة غينيا بيساو كبديل، وكانت أول مباراة له، وقد استطاع أن يحرز هدفا، وهذا ما جعلني أعتقد أن بيرسي تاو يستطيع أن يكون أفضل فأفضل ويكون من أفضل اللاعبين ومن أفضل المصادر في جنوب أفريقيا وأيضا للأهلي. أنا بتشكر، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أوين داجاما المدير الفني السابق لمنتخب جنوب أفريقيا بعد فوز منتخب جنوب أفريقيا على منتخب المغربي في دور 16 بكأس الأمم الأفريقية. أسيب بس كأس الأمم الأفريقية وهرجع لها تاني لحظات صغيرة جدا أو قصيرة جدا. عبدالله السعيد انضم رسميا لنادي الزمالك. عبدالله السعيد في رأيي هو واحد من أفضل اللاعبين المصريين خلال 15 سنة اللي فاتوا، خلال 10 أعوام أخيرة هو الأفضل. وفكرة أنه عبدالله السعيد، الجملة الشهيرة دي انت عارفينها، ملوش بديل، فعبدالله السعيد بإمكانياته الكبيرة جدا هو فعلا ملوش بديل. اسأل أي مدرب، اسأل أي مدرب في مصر، اسأل أي مدرب أجنبي جه مصر، هيقولك عبدالله السعيد لاعب مختلف. فهي صفقة رائعة جدا لنادي الزمالك، مؤكد صفقة رائعة لنادي الزمالك، عشان حتى هذه اللحظة في عمر 38 سنة عبدالله السعيد هو أفضل لاعبي بيراميدز. عبدالله السعيد هو لما بيغيب عن بيراميدز حالته بتبقى صعبة، لما بيبقى موجود بيقدم شكل رائع جدا. طبعا أموره البدنية بتقل، طبعا حجم الجري بتاعه بيقل، طبعا أدواره الدفاعية ممكن تقل شوية لصالح الأدوار الهجومية، في تفاصيل كثيرة. بس كده الزمالك جايبه موسم ونص يعني يفوق الفرقة، خاصة إن الزمالك ضم مع عبدالله السعيد عدد كبير من اللاعبين الشباب، فهي صفقة كبيرة. وفي ميزة في عبدالله السعيد عظيمة بصراحة. عبدالله السعيد مش من الإسماعيلي في هدوء، راح الأهلي في هدوء، مش الأهلي في هدوء،
راح بيراميدز في هدوء، راح الزمالك في هدوء. هتقولي لا هدوء ايه ده، يوم ما مشي من الاهلي كانت الدنيا قايمه وبتاع. مش هو يعني، هو بياخد القرار اللي في دماغه بغض النظر تتفق او تختلف، بغض النظر يعجبك مسيره او افكار عبد الله السعيد في اللي عمله ولا لا، مش هي دي الحكايه خالص. ابكلمك ان عبد الله حتى هو بيخرج من النادي ما تلاقيش رمى تصريح كده، ما تلاقيش عمل حركه كده، ما تلاقيش قال كلمه مستفزه كده، ما بيعملش كده خالص. هو مركز في الكوره وبس، عشان كده لحد ما يبقى عنده 38 سنه هو بيتنقل لفرق اكبر كمان، يعني من بيراميدز رايح للزمالك كمان وعنده 38 سنه. ليه؟ مركز في الكوره، مركز في شغله، مركز في اللعب. تاني، بغض النظر قراراته من الاول للاخر صح ولا غلط، بس هو شخص هادي، معلوش اي دوشه خالص يعني. توفيق لنادي الزمالك، توفيق لعبد الله السعيد، صفقه رابحه للاثنين بصراحه يعني. طيب دي حكايه. حكايه اخرى تخص المنتخب المغربي اللي كنا لسه بنتكلم عنه. معايا عبر الهاتف الان كابتن مراد فلاح، لاعب المنتخب المغربي وفريق الوداد السابق. يا فندم مشرف ومنور، سعداء جدا بوجودك معانا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. شكرا كابتن رمزي، وكل الحب والتقدير للشعب المصري العظيم، وجد سعيد بالمرور معكم على القناه المصريه. احنا سعداء اكتر يا فندم بكل تاكيد. بس المنتخب المغربي امبارح، واصبح خلاص المنتخب المغربي بجانب ان هو منتخب شقيق، هو منتخب تعشقه كل او يعشقه كل العرب بعد الاداء العظيم اللي عمله في كاس العالم الاخير. فكانت امبارح او امس كان في صدمه كبيره بخروج المنتخب المغربي بشكل مبكر من دور ال 16. لماذا ودع المغرب او ودعت المغرب البطوله في هذا التوقيت المبكر جدا؟ صراحة بعد التتويج والاحتلال المركز الرابع عالميا، اللي كيبقى انجاز عظيم لكرة القدم المغربية ولا العربية والافريقية، ولكن كأس افريقيا تختلف كثيرا، خصوصا اننا ندخل بصفة احد المرشحين لفوز باللقب، بالتالي حتى طريقة اللعب تختلف، حتى الشخصية ديال الفريق ستكون شخصية مختلفة جدا. كان عندنا مشاكل حتى في دور المجموعات، كان يقين تام باننا بعد دور المجموعات كان هناك تقارير باننا عندنا مشاكل، خصوصا في المنظومه الهجوميه، لا من حيث التحضير والبناء، لا من حيث النجاعه الهجوميه وانهاء الهجمات. بالتالي مقابله امس مع جنوب افريقيا كانت تحصيل مجموعه من المعطيات المتوفره على اداء المنتخب المغربي. كيبقى وليد الركراكي مدرب كبير، الان عنده قناعات لازم انه يبدلها ويغيرها باش اننا نحسنوا من المردود الى بغينا نتوجوا كاس افريقيا. تاريخ ديالنا في كاس افريقيا تاريخ ضعيف جدا، وهذا نعترف به. نحن نشتغل الان داخل الجامعه الملكيه والاداره التقنيه الوطنيه، عندنا مشاريع لا مع الانديه ولا مع المنتخبات، نشتغل بجد، ولكن هذا الاقصاء اللي غادي يخلينا اننا نعيد الامور ونحتسبوا الخطه ديال العمل ديالنا خاصها تتغير، لان تبين ان كان مشكل تكتيكي كبير جدا، لان اذا كان بغيتي تفوز بكاس افريقيا لازم يكون عندك لاعبين اللي يقدروا انهم يفرضوا الشخصيه ديال الفريق في المقابله، بالاستحواذ، بالتحكم في ايقاع اللاعب، لكن للاسف تبين اننا لن نستطيع التحكم في المقابلات بوسط ميدان تواجد المرابط. مرابط لاعب جيد جدا في افتكاك الكره من الناحيه التكتيكيه الدفاعيه، ولكن من ناحيه البناء والتحضير لاعب ما كيعطيناش العمق الهجومي، لاعب اللي ما يمكنلوش انه يكون عنده تمرير عمودي للمهاجمين، حتى خط الهجوم غياب زياش اللي عنده ارقام مهمه جدا واحد مفاتيح اللاعب وفي الصناعه وكذلك في التسجيل، اثر على النسبه ديال خلق الفرص الحقيقيه للتسجيل. غياب بوفال كذلك، رغم ان بوفال فهد ما كانش واجد بشكل جيد جدا لاحصائيات كاس افريقيا، الاصابه اللي كان عنده مع الريال القطري، ولكن حضر الثقه ديال الناخب الوطني، وهذا راجع لعده عوامل، فيها المجموعه، فيها كذلك الاداء ديالو في كاس العالم. وبناء عليه هل تحمل وليد الركراكي ظهور منتخب المغرب بالشكل المخيب للامال ده في كاس الامم الافريقيه؟
وليد الركراكي هو براسه اعترف بالندوه الصحفيه انه يتحمل المسؤوليه لانه هو صاحب القرار هو صاحب. بالتالي كنظن ان استمرار وليد الركراكي مع على راس المنتخب غادي يزيد يقوي المنتخب، العكس على اننا الناس يطالبوا ابعاد وليد، لا احنا ندعم وليد الركراكي، ندعم الجامعه الملكيه المغربيه كره القدم، لان نعرف نشتغل معا داخل منظومه مكتمله، عندنا مشروع الان وليد انه غيكون على يقين لانه باش تكون مدرب ناجح ويمكن لك تفوز بالقاب خصك انك تتفادى القرارات العاطفيه اللي كتهم لاعبين حقوا معك انجاز. كره القدم تعترف بالاداء الاني والفورمه الانيه، بالتالي تبين ان بعض القرارات ديال الناخب الوطني لم تكن في محلها، وهذا غادي يزيد يقوي المنتخب الى زدنا درنا الثقه في وليد الركراكي باش اننا الدوره ديال 2025 اللي غنصطادوها في بلادنا ما غتكونش دوره سهله، غتكون دوره اللي صعيبه علينا، ولكن باش اننا نفوزوا في الارض ديالنا بكاس افريقيا لازم اننا نحضروا المنتخب في المستوى مع استمرار الطاقم التقني. محمد الشيبي كان تالق في المباريات مباريات دور المجموعات، ومجرد عوده نصير المزراوي لاعب نصير المزراوي وكان الشيبي يقدم مباريات افضل، هل كنت مع فكره انه الشيبي يخرج ولا كنت مع عوده نصير المزراوي؟ انا كنت مع ترسيم عطيه الله، يحيى عطيه الله كظهير ايسر، لانه يحيى عطيه الله احسن من الشيبي في جاليوترا، الشيبي نعرف انه ظهير ايمن عنده مستوى متميز، ولكن يحيى عطيه الله هو ظهير اختصاص وصاحب الاختصاص في هذا المكان. زهير مزراوي من الاخطاء اللي ارتكب وليد الركراكي، وهذا انا من الامور اللي اعترف بها وليد انه لم يكن ترى صائب اشراك مزراوي منذ بدايه اللقاء، خصوصا انه عائد من الاصابه ومن فتره التوقف ديال تقريبا شهرين، بالتالي ما عندوش ايقاع مقابلات، رغم انه قدم للامانه قدم مباراه لا باس بها، سوء التموضع ديالو في الهدف الاول اللي كسر الحاله ديال التسلل كيبقى هذا راجع للتركيز، ما كانش مركز بشكل جيد مع خط الدفاع، بالتالي هذا خطا تكتيكي يحسب للمزراوي. صحيح. مراد فلاح لاعب منتخب المغرب وفريق الوداد السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، ومره اخرى هارد لك للمنتخب المغربي. لازم منتخباتنا العربيه يتفهموا فكره انه الحكايه لازم يبقى فيها تطور كبير جدا بصراحه، عشان ابقى امين يعني المنتخب المغربي عمل التطور ده ومش هيتراجع في هذا الامر، عندهم اكاديميه وعندهم لاعبين موجودين في اوروبا وعندهم اسماء كبيره، بس فكره طول الوقت التطور احنا بنهدى يعني ايه؟ يعني المنتخب المغربي قدم اداء جيد في كاس العالم يهبط يهدى؟ لا، طور طول الوقت بتطور، المنتخبات الكبيره بتعمل كده في العالم، احنا المشكله انه بنهدى بعد كل انجاز نهدى. نزل على المنتخب المغربي زي ما بنزل على المنتخب المصري والمنتخب التونسي والمنتخب الجزائري وكل المنتخبات الكبيره. طيب معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الاسبق. يا كابتن زكي مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. اهلا يا كريم، اخبارك؟ يا رب تكون بخير. يا رب يخلي حضرتك، يا وحضرتك وحشني جدا طبعا. يعني كابتن زكي، رايك ايه فيما حدث في كاس الامم الافريقيه واداء منتخبنا الوطني في هذه البطوله؟ طبعا الخروج شيء متوقع، احنا شايفين من اول ماتش والفرق دي يعني اظلم الفرق الثانيه ان احنا نوصل، خلينا صراحه مع بعض. ادائنا ما كان اداء فردي، اثنين ثلاث لعيبه بالاجوان اللي جبناها حتى معظمها ما فيهاش جمل، ما فيهاش اي تكتيك، بس ضغط وفردي، انما اداء جماعي انك انت تشتغل وانت معاك الكوره، فكر جماعي هتعمل ايه، الايديا ايه، الفكره اللي انت هتعمل وانت بتهاجم ايه، الفكره وانت بتدافع ازاي، كله كان عشوائي. فشيء طبيعي جدا جدا ان احنا ما حتى لعيبه عندنا لما يكون مساحه ضيقه والمساحه مخنوقه وضيقه بنقوم شاطينها قدام، فاهم قصدي؟ ما بنقدرش نتصرف في الحاجات الضيقه والمساحات الضيقه، وازاي نفكر بسرعه نلعب بسرعه، الجاب بيبقى مفتوح بسرعه، ما فيش بطء في كل حاجه. فدي نتيجه شيء طبيعي جدا، مش عارف انا شيء طبيعي جدا النتائج دي. طيب. شيء طبيعي والظروف خدمتنا كمان ان احنا ما نخسرش، يعني الظروف كده
في الماتشين الاولين ما نخسرش. كابتن زكي، عايز اسالك تحديدا على محمد ابو جبل وكاسيم. الناس حملوه مسؤوليه ضربات الترجيح، هل انت مع الناس اللي حملوا ابو جبل عدم التصدي لاي ضربه ترجيح في المباراه الاخيره امام منتخب الكونغو؟ لا 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 ما لهاش. بص بيبقى توفيق ضربات الجزاء، ما عارفين ان احنا احسن فرقه في العالم ممكن تخسر ضربات الجزاء. هو عنده كان فكر انه يروح على الزاويه اليمين على طول، هو حاط ان اروح على اليمين هيغلط واحد اثنين هيحطها ممكن اصدها. ما فيش توفيق، خلاص ارو كان المفروض يغير المفروض، بس ما نحطش على واحد كلمة يعني. الفرقة كلها خسرت، طب ما نقول مصطفى محمد ما هو ضيع، طب ليه ما بلموش؟ لا ما بيتحسبش كده، يبقى في توفيق وعدم توفيق. ضربات الجزاء دي ما لهاش، ياما فرق كبيرة وعظيمة خسرتها. صحيح. فدي مش دي النقطة، دي النقطة كلها ان احنا كمن اول من البداية خالص اختياراتنا، ما الاختيارات العشوائية في الاختيارات قبل الدوره، حتى اما واحد مثلا بكلمه عبد الله السعيد كلاعب مصري انا اقعد معاه واقول له ترجع من الاعتزال حاضر، وبعدين عدم احترام للعيبه، كلها حاجات وكلها بترجع من الاول يا كريم. خلينا واقعيين ان احنا من الاختيارات من الاول ان احنا اخترنا فيتوريا ما كانش في عندنا رؤيه، لان اول مره يمرن منتخبات في حياته. المدرب هايل، بس انت بتمرن منتخب غير ما بتمرن نادي خالص. انا بتكلم كده بواقع خبرتي ان انا مرنت الاثنين، انا قعدت 12 سنه مع بين منتخب. طب كابتن زكي معلش، ممكن توضح لنا برضه، عشان احنا كتير بنقول الجمله دي هنا في مصر انه مدرب منتخبات غير مدرب فرق. طب واحد تاني يقول لك والله لا، ما هو مدرب كوره هو مدرب فريق 11 لاعب، ايه الفرق بين مدرب الفريق ومدرب المنتخب؟ ده فرق كبير. اولا المدرب الفريق بيتمرن مع اللعيب كل يوم، بيشوفه كل يوم قدامه، بيمرن بيشوف اللي بيتطور قد ايه الكلام ده ماشي. المدرب المنتخب اللعيب بيجي له قبل الماتش بايه بثلاث اربع ايام، ولو ضرب مجمعه زي دي بيجي له قبلها باسبوعين. يعني ممكن يتمرن كله حوالي 30 تمرين طول السنه معاه، فمش هيقدر يطور في ادائه. هي عمليه بقى ايه، انك انت عمليه نفسيه الاول، عمليه ازاي هتحط لان كل فرقه كل لعيب بيلعب في فرقه مختلفه بتكتيك مختلف، ازاي تجمع المجموعه دي كلها بفكر واحد في خطه واحده، او هتلعب بايه اللي يناسب الموضوع ده، وعندك يوم او اثنين هتشغلهم عليها. فهي عمليه مش غير كده، هي عمليه اكثر منها نفسيا، اما بيجي لك ازاي بتتابع اللعيب طول السنه. يعني انا ما اتوقعش ان هو اتكلم اللعيبه بعد مثلا ماتش لعبنا ماتش قبل كده مثلا، ومثلا الجزائر بعد الجزائر هي كان بيتابع اللعيبه دي، بيتكلم معاها كل اسبوع مره، الماتش اللي فات ده انت عملت فيه ايه، الماتش اللي فات انت عندك غلطات دي ايه الكلام ده، ما اعتقدش. دي كلها بتبقى حاجات مختلفه هو ما عاشرهاش عشان يعملها. يعني مثلا دي مثلا احنا لعبنا الجزائر ودي مثلا مش كده في الخليج، بعد الماتش هل كان مع اتصاله مع اللعيبه دي، كان اتصال مع مصطفى محمد، طب انت ما بتلعبش ليه يا مصطفى الاسبوع ده، طب انت الجول ضيعته ده يا مصطفى، لا لازم المفروض تقطع هنا عشان لما تيجي تعمل كده. كل اسبوع مع كل لعيب لازم الاتصالات دي تحصل، هو ما عندوش الخبرات دي. ففي حاجات صحيح. كتير جدا ما صحيح. مختلفه صحيح. كتير مختلفه صحيح. كابتن الكبير كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. احنا لسه مكملين مع حضراتكم، بعد الفاصل هيشرفني وينورني زملائي الاعزاء حسام زايد وعمرو ثروت ومهاب ممدوح وكثير من الكواليس المهمه مع غلق باب الانتقالات في مصر. خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره الزملاء الاعزاء حسام زايد عمرو ثروت مهاب ممدوح وكثير من الكواليس المهمه في اللحظات الاخيره وما بعد اللحظات الاخيره من غلق باب القيد. حسام مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. انا اللي سعيد يا كريم طبعا بوجودي معاك دايما وبوجودي مع الزملاء الاعزاء عمرو طبعا ومهاب. عمور مشرف الدنيا يا كريم، مساء الفل، دايما ببقى مبسوط اكون معاك ومع الزملاء الاعزاء. حبيبي مهاب، مساء الفل يا كريم، سعيد بتواجدي معاك لاول مره ومع الزملاء طبعا. اخبارك ايه؟ كله تمام، كله حلو. كله حلو، اول مره معانا صح؟ ضرب كتير ضرب كتير عند مهاب طبعا. الزمالك الدنيا سخنة، الزمالك في سخنه جدا في اللحظات الاخيره، اول هيضرب كده منور الدنيا اهو. طيب حسام هبدا بيك لانه الحدث الابرز والاهم هيفضل هو منتخبنا الوطني يعني. صحيح. وما تبع فكره الخروج من كاس الامم الافريقيه بشكل مبكر جدا من دور ال 16، والكلام والحديث دائما وابدا عن مصير الجهاز الفني وايضا مصير اتحاد الكوره، بس خلينا نبدا بالجهاز الفني.
بالتأكيد طبعا يعني كلنا بعد خروج المنتخب الوطني وعلى ما يبدو ان هي كانت ايه الموضوع مش بس توقف عند منتخب مصر، لا ده كمان امتد لمنتخبات اخرى، منتخبات كبيره في افريقيا، منتخبات مرشحه لللقب زي منتخب السنغال، زي منتخب اخيرا شفنا منتخب المغرب كمان ودع البطوله. فصدمه طبعا بالنسبه للمنتخبات الكبرى، خاصه منتخب مصر بالنسبه لنا كنا عندنا امل كبير جدا ان احنا نستعيد اللقب بعد غياب 14 سنه وتحديدا من 2010. في برضو احصائيات يعني سلبيه كتير في الموضوع، مش بس الخروج من دور ال 16، لا ده اول مره في تاريخنا مدرب اجنبي لا يحقق الفوز في اي مباراه في كاس الامم الافريقيه على مدار تاريخنا مع منتخب مصر. كمان دي تاني مره نخرج من دور ال 16 بعد النظام الجديد اللي هي اصبحت 24 فريق بعد خروجنا سنه 2019 هنا في مصر. في العديد من الارقام السلبيه بالفعل بالنسبه لمنتخبنا الوطني في البطوله، مش بس مجرد الخروج، يعني في فرق بين ان انت تعمل مستوى، ده يمكن كلنا اتكلمنا فيها كريم، انه احنا ما حسيناش ان اللعيبه عملت دور، احنا ما حسيناش ان المدير الفني كان في تغيير على مستوى الادوار حتى على مدار المباريات الاربعه في البطوله، لا كان نفس الريتم نفس النسق نفس كل المشاكل اللي كانت من اول مباراه. الحديث طبعا دلوقتي كله مصير الجهاز الفني بعد وداع امم افريقيا من دور ال 16. اتحاد الكره استقر بشكل كامل على يعني فك الارتباط مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، يبقى فقط الاتفاق على الشرط الجزائي، وده المشكله الاكبر اللي بتواجه المجلس حاليا. مجلس الاداره فوض الكابتن حازم امام عضو المجلس والمشرف على المنتخب انه يتفاوض مع فيتوريا للوصول الى حل فيما يخص الشرط الجزائي. الشرط الجزائي قيمته 3 شهور، الشهر بالنسبه لفيتوريا 240,000 دولار، ده قيمه الشرط الجزائي مضروب في 3، دي المشكله. الراجل يعني احنا بنتكلم في 720,000 دولار تقريبا، صح كده؟ بالظبط. حلو، انا بعرف احسب اهو. انت قول وانا احسب لك اهو. المهم عمرو قال لي كده فطمني ان انا قلت صح. صح مظبوط، اعتقد انا مش قوي في الحساب. 720. المهم على مسؤوليتك انت طبعا، بس اكيد اتحاد الكره عارف الحساب كويس. بالتاكيد. لانه ده يوم الحساب بالنسبه للناس كلها. بالظبط. فطبعا المشكله انه فيتوريا مصر على ان هو لو هيمشي هياخد الشرط الجزائي كامل، حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها هو متمسك بموقفه. طبعا العقد بتاعه ممتد حتى 2026 لحين كاس العالم ان شاء الله. لغايه دلوقتي في مفاوضات ما بين الكابتن حازم امام مع فيتوريا، وعلشان كده مجلس الاداره قرر تاجيل اجتماعه اللي كان المفروض يتعمل خلال الساعات اللي تالت وصول البعثه مباشره للاسبوع المقبل، علشان يكون في رد نهائي وحاسم بخصوص مفاوضات الكابتن حازم امام مع فيتوريا، علشان المجلس ياخد قراره فيما يخص المدير الفني. هم عايزين يديله كام ويمشي؟ لا، في تفاوض في الصيغه نفسها طبعا، يعني على الاقل المتاح حاليا ان هو ياخد شهر مثلا شرط جزائي، ويفض الارتباط ما بين الطرفين بالتراضي. لكن حتى الان هو متمسك بالثلاث شهور. الكابتن حازم بيحاول يضغط معاه في النقطه دي، وانه اللي حصل طبعا هو قد يكون عمل اللي عليه كمدير فني، ولكن الغضب الجماهيري مش هيكون مسموح او مش هيكون متاح انه يكون في دعم بالنسبه له خلال الفتره القادمه، وانه المشروع اللي كان جاي علشانه بخصوص 4 سنين حتى 2026 اللي حصل في كاس الامم وضع نقطه النهايه، وده اللي ما كانش في الحسبان. يعني كان في الحسبان الوصول حتى على الاقل للمباراه قبل النهائي، الدور قبل النهائي، وبعد كده حتى لو حصل اخفاق لكن اسمك وصلت للمحطه ممكن الاخيره. ممكن اسالك سؤال مهم جدا وعايزكم تشاركوني معاه. انا دلوقتي اسالك يا عمر انت ماشي. انا دلوقتي مضيت مع مدير فني وحاطط في التعاقد انه هيبقى 4 سنوات، والهدف الاساسي هو الوصول لكاس العالم، صح كده؟ صح. انا حاطط لك اهداف اهو. مظبوط. ما حاططلكش في اهدافي ان انا عايز اوصل سيمي فاينل او فاينل او اي حاجه في كاس الامم الافريقيه، يعني لو حتى هتخرج من الدور الاول انا المفروض ما حسبكش، صح كده؟ صح. واحنا ارتضينا، يعني احنا كاتحاد كوره ارتضينا بده، تمام؟ الراجل دلوقتي مشكلتي ايه؟ مشكلتك انت مش هتستحمل الضغط كاتحاد كوره. لا سيبك من اتحاد كوره، انا لا هو كراجل طبعا، انا كفيتوريا انا عملت ايه؟ مع يعني قصرت في ايه في الاهداف اللي انتوا حاطينها لي؟ ولا اي حاجه، هو ما عندوش اي لوم في اي حاجه في القصه دي. انت دلوقتي اتفقت معايا على حاجه معينه وانت ما التزمتش بيها في الاخر، فانا من حقي كمدير فني ان انا اخد الثلاث شهور اللي هو الشرط الجزائي بتاعي، الثلاث شهور. بس انا اعتقد ان هو في النهايه هيكون في صيغه اتفاق طبعا التراضي، ده شفناه كتير بيحصل. بتكون متفق على عقد وماضي عقد وما فيهوش اي بنود فيما يخص ان انت تمشي لو ما حققتش اللقب او كذا. وهو حتى لما سئل في المؤتمر الصحفي وقال انا مش بوعد بكاس الامم والناس كلها انتقدت، اعتقد هو بالنسبه له ده مخرج، قال لك انا ما وعدتش بحاجه. انا بس ان انا اخد اللقب. بس يعني انت شفت انت قلت ايه في صياغه كلامك؟
احنا شفنا ده كتير. طب بنشوفه كتير بنكرره ليه؟ صحيح. يعني دلوقتي لو انا في ناس بتقبل ده وفي ناس ما بتقبلش، يعني في مدير فني بيتكلم على اتحاد الكوره انه يكون في بند انه لو حصل اتحاد كوره انه احط التارجت بتاعي دور النص النهائي مثلا بالزبط. لو ما اتحققش يبقى احنا كده شكرا. خلينا ناخد من كلامك يا كريم، عشان احنا ازمتنا ان المشروع المستقبلي بيبقى اسم على ورق بس. أيوة. احنا بنقعد التصريحات بتاعتنا نقول وفيتوريا بيمضي العقد، فيتوريا بيقول ان انا مشروعي مستقبلي ما بفكرش في حاجه، اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره بيقولوا نفس الكلام، لكن مفيش مشروع مستقبلي حقيقي منفذ في الذهن. مفيش هو المشروع المستقبلي اللي احنا عملناه ان احنا ماضينا 4 سنين بالظبط، بس ما عملناش مشروع. اسم على ورق. والدليل يعني خليني اقول لك ان جلال القدري المدير الفني للمنتخب التونسي لما رحل قال في تصريحات تلفزيونية إن كان في بند مكتوب إن لو ما وصلناش لنصف نهائي كأس الأمم هرحل، وبالتالي في سياسة واضحة وهدف واضح، حتى لو هتوصلني كأس عالم أنا كأس الأمم ضمن أهدافي. إحنا ليه ما عملناش كده؟ عشان إحنا مش واضحين من الأول، وعشان إحنا المشروع المستقبلي بتاعنا اسم على ورق فقط. قولوا إحنا سايبينها بالظروف. بالظبط. إن شاء الله زي ما تيجي بقى. آه ربنا يوفقه في كأس الأمم الأفريقية وبعد كده الدنيا تظبط معانا إن شاء الله. طيب. بالظبط. أجي لك أنت بقى في. ماشي يلا بينا. الحاجات الخطيرة يعني. إيه حكاية أبو جبل؟ وإيه حكاية محمد الشناوي؟ وإيه حكاية مصطفى شوبير؟ وهل مصطفى شوبير هو اللي تدخل ولا الشناوي اللي تدخل ولا محدش تدخل أصلا عشان صفقة محمد أبو جبل تبوظ؟ بص خليني هبدأ لك بقى من القصة من البداية خالص. بداية بعد إصابة محمد الشناوي في جلسة حصلت ما بين مفصل كولا وبين كابتن محمود الخطيب، وتم الاتفاق عليها إن أنا لازم يكون في تدعيم لحراسة المرمى. ودي الاول يعني من النوادر ان يبقى في اتفاق ما بين الجهاز الفني مفصل كوره وما بين لجنه التخطيط او شركه الكوره على حاجه معينه، حاجه فنيه. هم اتفقوا على كده ان لازم يكون في حارس موجود في يناير بعد اصابه محمد الشناوي. حلو. حطوا ثلاث ترتيب كده للحراس، حط محمد بسام، حط محمد ابو جبل، حط علي لطفي. حلو. الاول الاتجاه راح لمين؟ لمحمد بسام. المفاوضات مع اداره سيراميكا ما مشيتش بالشكل اللي النادي الاهلي كان عايزه، كابتن ايمن الرمادي في سيراميكا تمسك باستمرار محمد بسام، وبالتالي فشل صفقه محمد بسام. تم الاتجاه لعلي لطفي اللي هو رقم 3 قبل محمد ابو جبل. حصل اتفاق مع علي لطفي ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، وبعد كده رجعوا في كلامهم على قصه علي لطفي وتم الاتجاه لصفقه محمد ابو جبل. انهوا الاتفاق تماما مع اللاعب، انهوا الاتفاق تماما مع اداره نادي البنك الاهلي، واتفقوا على الفلوس وحصل كل حاجه في الصفقه وتمت. واللي هو اشرف نصار اعلن بشكل رسمي اعاره محمد ابو جبل الى النادي الاهلي لمده 6 شهور مقابل 7.5 مليون، وتعاقد مع احمد الزنفوري. وتعاقد مع احمد الزنفوري. القصه كلها ان ما علمته ان في اتصال جمع كابتن محمد الشناوي مع الكابتن محمود الخطيب، واتصال اخر جمع كابتن محمد الشناوي مع الكابتن خالد بيبو مدير الكره، وتم الاتفاق فيها او ابلاغهم من قبل محمد الشناوي ان محمد ابو جبل ما يكونش موجود في النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه. بس اكيد ما اتكلمش بالصيغه دي، ما كانش بالصيغه دي، لكن أكيد. هو يعني مش هيروح يقول الكابتن محمود الخطيب، لا ما قالهمش كده طبعا، ده ما بيحصلش موجود في الفريق، ده ما بيحصلش في النادي الاهلي تمام. ولكن فيما معناه قال لهم ان هو وفقا لمصلحه الفريق ان يكون محمد ابو جبل مش موجود. ده الكلام، دي معلومه مؤكده. نصح يعني بالظبط، نصحهم قال لهم ان يكون من الافضل ان يكون ابو جبل مش موجود. ليه بقى؟ هو شايف ان هو اوضه اللبس مش يعني بص مش عايزين نخش في حته السلوكيات. بالعكس بالعكس، الناس عايز تفهم هل هي مشكله فنيه يعني محمد؟ لا مش فنيه، اصل الشناوي مش هيقيم ابو جبل لانه في الاخر الشناوي ده لعيب. لكن الشناوي كابتن فرقه، والنادي الاهلي على مدار السنين اللي فاتت كلها دايما بياخد راي كابتن الفرقه وكباتن الفرقه في بعض الامور وتحديدا الخاصه بمستقبل الفريق. يعني مثلا كباتن النادي الاهلي سواء مثلا بقى الشناوي او قبلهم حسام غالي او قبلهم عماد متعب او الشريف اكرامي حتى لما كان موجود، كان بيتم الحصول على رايهم في القصه بتاعه لائحه الفرقه. كان مدير الفني او مدير الكره بيقعد مع الكباتن ويتكلم معاه في حته اللائحه او حته الخصومات وبياخد رايهم لان ده ممثل للفريق. تمام. هو حصل اتصال من الشناوي مع الكابتن محمود الخطيب والكابتن خالد بيبو، اكد ليهم ان هو هيكون من الافضل عدم التعاقد مع محمد ابو جبل. تمام. وقال لهم ان انا كان عندي عروض كتير وان انا فضلت مصلحه الفرقه وجنبت مصلحتي الشخصيه في العروض اللي جات لي، وتحديدا من الشناوي وتحديدا من الدوري السعودي، فانا وجهه نظري ان هو ما يجيش، ولو هيجي ده الكلام ده اتقال انا ممكن نهايه الموسم اكون خارج النادي الاهلي. لا وهديك معلومه كمان، اكبر دليل ان الشناوي تدخل في عدم تعاقد مع محمد ابو جبل ان الناحيتين كانوا خلصانين سواء البنك الاهلي او النادي الاهلي، ومفصل كله كان متمسك ان ابو جبل يجي، فمفيش نقطه في تبوظ الصفقه دي غير التدخل بتاع الشناوي. مصطفى شوبير بقى لا ملوش علاقه ملوش علاقه ملوش علاقه خالص. هل مصطفى شوبير زعل
من تعاقد الاهلي مع حارس جديد؟ هو كان بيمني نفسه انه يكون هيكون موجود، لان احنا بنتكلم النهارده شباب 24 سنه وهي دي الفرصه اللي هو كان شباب مستنيها. شباب متصعب بقاله 4 سنين أو 5 سنين، فلو انت مش واثق فيا مشيني. صح. اي لعيب في الدنيا بيفضل مستحمل في قطاع ناشئين لحد ما يتصعد ويفضل بيبقى رقم 4 رقم 3 رقم 2. فانت دلوقتي لو انت ما عندكش ثقه فيا كنادي انت ممكن تمشيني. لكن فكره ان انا يبقى عندي اكتر من عرض وافضل مكمل وفي الاخر انت ما بتثقش فيا او تقول ان انت موجود بس ممكن تبقى حارس تاني او حارس ثالث، فهو شايف لا انا من حقي ان انا اكون موجود، وخصوصا ان انت لما حطيتني في المواقف الصعبه انا اثبتت ده. يعني احنا مش بنتكلم كلام في الهواء، الراجل لعب نهائي افريقيا قدام 70,000، فانت محتاج ايه اكتر من كده تثبت ان ده حارس جديد ان يكون موجود في النادي الاهلي. حلو. علي لطفي بقى كان مشكلته ايه؟ علي لطفي المشكله ان هم اتفقوا معاه في حاجه ورجعوا فيها تاني وكان فيها كلام، لكن بالنسبه لنادي زد هو ما عندهمش مشكله، لان يعني في بروتوكول تعاون ما بين النادي الاهلي وبين نادي زد. فعلي ما فيش مشكله خالص. هل انضمام علي لطفي كان المفروض يبقى في المرتبه الثانيه بين الحراس ولا في المرتبه الاولى؟ ما هو على حسب، لو انت هتجيب علي لطفي موجود مع مصطفى شوبير هيبقى بقى بالتبادل، يعني اللي هو التدريبات هي اللي هتثبت بقى مين يبدا اساسي ومين يبقى موجود احتياطي. بس انا كان عندي معلومه ان علي لطفي كان رافض فكره انه يبقى الحارس الثاني، هو عايز يبقى الحارس الاول. ما انا هرجع اقول لك ان النادي الاهلي ما بيقدرش كده. يعني فكره اللعيب يجي يقول لهم مثلا وانتم بتتفاوضوا معايا انا هرجع العب، ده يعني ما بيحصلش في النادي الاهلي. انا فاهم، بس ما هو معلش انا دلوقتي انا هنا كلاعب في موضع قوه اللي هو ايه، انا موجود حارس اساسي في فرقتي، فهسالك هو انت جايبني بديل ولا هتجيبني اساسي؟ هيقول لك لا انا جايبك بديل او روتيشن، يعني انت وشوبير هتبقى روتيشن مثلا. بالزبط. انا بقول لك انا مكان علي لطفي اهو. صحيح. فانا كعلي لطفي هختار، هقول لا طب خلاص انا مش عايز الف الدايره ديت، انا كده حارس اساسي في فرقتي. المعلومه اللي عندي ان علي ما بيفضش ده. هو علي كان متضايق او زعلان من حته ان انت اتكلمت معايا واتفقت معايا وبعد كده رجعت في كلامك وبعد كده بدات تتكلم بسام تاني وبكلم سوباميكا تاني، فهي الدنيا دي اللي بوظت. انا في يعني اعتقادي برضو انه انا لما اطرح اسم ابو جبل جه في اعتقادي القصه اللي حصلت نادر السيد وعصام الحضري مره تانية، انه ممكن يكون ابو جبل يعني بقب لمصطفى شوبير في النادي الاهلي، انه مصطفى ياخد الفرصه ولكن يبقى في سبورت عنده خبره وراه، بحيث ان هو لو مؤكد حصل مؤكد ابو جبل ما كانش هيجي يدك. انا بقول لك انه ده اللي جه في اعتقادي، لان انا شايف انه مصطفى شوبير يستحق دلوقتي انه ياخد الفرصه. صحيح. مصطفى شوبير في المباريات اللي لعبها، يعني احنا بنتكلم بحكم ان احنا بنشوف شفنا حراس مرمى كتير كل واحد ليه ستايل مختلف، انا شايف ان مصطفى شوبير ليه ستايل مختلف جديد، عنده سرعه رد فعل، عنده شخصيه، عنده شخصيه، وده مهم جدا. من اول مباراه تحس فيه ان هو حارس عنده شخصيه، بيقدر يتعامل مع الضغوط، بيقدر يتعامل مع المباريات، عنده مهاره سواء بالتعامل بالكره باليد او بالقدم، الاثنين مميزين عنده. فانا شايف انه لازم ياخد الفرصه دلوقتي. في نقطه كمان يا كريم بقى، عشان ايه برضه في كلام اتقال على ان في خناقه حصلت ما بين ابو جابر ومين كهربا، وان هو حذف الكره في وشه في معسكر المنتخب. ده من الكلام اللي اتقال، وان كهربا بلغ النادي الاهلي وقال لهم ما يجيش. ده من الكلام اللي اتقال. يعني ده حصل مثلا، مش في جهاز فني في المنتخب وفي جهاز اداري؟ يعني لو ده حصل وقع مش هيتم فيه مثلا في بيان هيطلع او في غرامه هتطلع على لعيب مثلا؟ يعني لا، هو يعني بص هو الطبيعي يحصل كده تمام، بس في الظروف اللي فيها منتخب مصر هو مش هيقدروا يطلعوا بيانات من النوعيه دي بس دلوقتي. بس كان الموضوع هيتسبب بدري، يعني لو كانت الوقعه دي حصلت كانت اتسببت بدري شويه. يعني ممكن او ممكن لا برضه. بس يعني لو في مشكله حصلت، انا ما هو ده سؤالي ليك، هل انت معلوماتك ان في مشكله حصلت ولا؟ انا سالت قالوا لا. يعني انا سالت كذا حد من لعيبه الاهلي اللي هم الدوري. سيبك من المنطق يعني، عشان المنطق انا سالت قالوا ده ما حصلش. يعني انا مش عايز انفي او مش عايز مثلا اكذب المعلومه، لكن انا سالت كصحفي في المعلومه اتقال لي ان ده ما حصلش. هايل. نروح للزمالك بقى. الزمالك حكاياته كتير قوي. الليله طويله قوي. مش انا كام واحد بقى؟ عد عد ورايا بس كده كتير. طيب نبدا طبعا بعبد الله السعيد. عبد الله السعيد هي الصفقه الابرز للزمالك في فتره الانتقالات الشتويه، اللاعب اللي بيسعى الزمالك لضمه من 3 و4 سنوات، انه الزمالك كده كده متارجت عبد الله السعيد. صفقه القرن المؤجله. صفقه القرن المؤجله. تمام. ضم الزمالك عبد الله السعيد وهو في عمر 38 عام. في ناس تقول لك لا كبير ما تضمش لاعب حتى لو سنه ونص وعنده 38 سنه. وفي ناس وانا منهم، ان انا لسه شايف عبد الله السعيد واحد من اهم 5 لاعبين في مصر حتى هذه اللحظه وهو عنده 38 سنه. ولو استفيد منه سنه ونص هيبقى حاجه عظيمه. انت شايف الراي الغالب ايه؟ واداره الزمالك فكرت ازاي وهي بتضم عبد الله السعيد؟ طيب خليني ابدا لك يا كريم الاول بسؤال محير للجمهور. الزمالك جاب الفلوس منين؟ عشان السؤال ده اتقال حتى بعد فك القيد، واتقال حتى
وقت لما الزمالك كان بيخلص اتفاقاته. والله السؤال ده احلى من السؤال بتاعي. اعترفت على الهواء اعتراف. السؤال ده احلى. بس انا كنت ناوي اساله لك لما نخلص كل الصفقات. اقول لك بقى ايه ايه بجد جت منين. بس بدانا بيه واحد. طيب اولا اللي اتقال ان الزمالك حصل على بعض القروض. انا باكد لك الزمالك لم يحصل على اي قرض من اي نوع منذ تولي مجلس حسين لبيب المهمه الاداريه لنادي الزمالك. ده مبدئيا. الزمالك جاب فلوسه منين؟ فلوس القيد كانت بتتجمع من قبل الانتخابات يا كريم، بناء على ثقه كبيره من القايمه الموحده ان هم كده كده هيكسبوا. ده كلام اكيد طبعا بمساعده من رجال الاعمال، ولكن ان كان طبعا الاتفاق مع سبورتنج لشبونه كان محفزهم شويه ان هم ما يجمعوش المبلغ كله عشان نقصت الغرامه، بس مع رفض النادي البرتغالي تم ايه يعني تجميع المبلغ بشكل كامل ويقدر ب 2.5 مليون دولار. تمام. فده بالنسبه للقيد. بالنسبه للصفقات خلينا اقول لك ودي المفاجأة بقى، إن لعيبة الزمالك الجديدة أو أغلب الصفقات الجديدة كريم هتشوفها في حملات إعلانية كبيرة الفترة الأخيرة. ليه؟ لأن أستاذ هاني بيرزي عضو مجلس الإدارة على تواصل دائم مع أحمد سليمان المشرف على فريق الكرة، وفي أي تفاوض لو فرق الفلوس بعيد بيعوض بتدخلاته بحملة إعلانية، وعلى المستوى التسويقي بيفيد اللاعب ده. بالظبط الاثنين بالظبط. فهو يعني سياسه اداره الزمالك مش سياسه الوان مان شو زي ما بنقول، لا سياسه اكتمال العدد، كله بيساعد بعضه. ففلوس الصفقات اغلبها بتبقى الفرق الفلوس كبير بيتم تعويضه. انت دلوقتي كمان بتقول لي ان لعيبه الزمالك هنشوفهم في حملات اعلانيه كتير الفتره اللي جايه، مش كمان اللعيبه القديمه زي زيزو او مثلا زي لعيبه شيكابالا، لا بتتكلم ان لعيبه حتى في الصفقات الجديده هتشوف لعيبه في حملات اعلانيه. وده برضه من حاجه ده من التعليقات اللي دايما كانت بتقولها جماهير الزمالك، هو ليه لعيبه الزمالك ما بتشوفهاش في حملات اعلانيه كتير؟ فانت بتقول لي كمان ده هيحصل بالظبط الفتره الجايه. فدي فلوس الصفقات. خليني اقول لك ان في كمان شراكات مع بنوك كثيره. خليني اقول لك ان في عضويات كانت متوقفه من فتره طويله، والحقيقه مجلس اداره كابتن حسين لبيب رجعها تاني، وبالتالي زاد من الموارد الماليه. دي قصه الاموال. واحد واحد عشان انا مش مرضيتش اقطعك، عشان في عندي كام سؤال. اول سؤال، رجال اعمال دعموا الزمالك في حل ازمه القيد، الدعم ده تبرع ولا سلفه؟ لا 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 بره خالص. اي حد من دايره مجلس حسين لبيب او المقربين من مجلس حسين لبيب على راسهم طبعا استاذ ممدوح عباس رئيس مجلس اداره نادي الزمالك الاسبق، بيدعم من غير سلف او من غير ورق، كله بيبقى بالتنسيق. واول دعم كان واضح تجديد عقد احمد فتوح. عارف انا ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان بعد شويه الدوامه الزمالك الديون بالزبط. ومين عليه ومين رفع قضيه بالزبط. ومين مش عارف، كلهم ناس بتحب الزمالك اكيد، احنا لا نشكك في ده. انا بقول لك بس عشان الامور دي بعد كده بتلف في وش الزمالك، لما بيحصل خلافات او حاجه بنبدا بقى نتكلم. ده كان نقاش داخل مجلس الاداره من قبل حتى تولي القائمه الموحده المهمه الاداريه، وقالوا ان احنا لا هنلجا للقروض ولا هنلجا للسلف حتى لو من محب النادي الزمالك. ماشي. فكره الصندوق اللي اتعملت بالظبط. حلو. عبد الله سعيد. عبد الله سعيد. بدايه المفاوضات كانت واقفه من ملاك نادي بيراميدز في الامارات. الحقيقه هم الزمالك كان عايز يضم الصفقتين مع بعض، صفقه سيف جعفر وصفقه عبد الله السعيد، يربطها في صفقه واحده مع تقسيط المبلغ المتبقي من صفقتي عمر جابر ودونجا. ملاك نادي بيراميدز قالوا لا، عبد الله سعيد لاعب كبير وسيف جعفر لاعب كبير، احنا لسه جايبينه، فلازم تفصل الاثنين. اللي حسم الموضوع يا كريم ان سيف جعفر تنازل عن مبلغ يقدر ب 8 مليون جنيه من اجل الانتقال للزمالك. تنازل عن المبلغ ده والمبلغ كبير، وبالتالي الزمالك دفع 6 مليون جنيه ونجح ان هو يضم سيف جعفر بشكل اولي، يعني الاول قبل ما يحسب صفقه عبد الله السعيد خلصوا من سيف جعفر. طب سيف جعفر ليه رجع الزمالك؟ هنا في مفاجاه بقى، ان والده سيف جعفر كانت بتتواصل مع مجلس اداره حسين لبيب من قبل الانتخابات. لان مشكله سيف كانت دايما يا كريم في او مع المجلس السابق كان في شويه خلافات، كان في ما فيش اتفاقات على بعض البنود، وبالتالي بمجرد تولي حسين لبيب المهمه الاداريه قدر ان هو يتواصل مع والده سيف جعفر اللي ليها تاثير كبير على اللاعب، وبالتالي حسم عودته مره اخرى. وعلى فكره سيف جعفر مش اللاعب الوحيد او مش قطاع كره القدم يا كريم اللي انت هتشوف ان في لعيبه مشيت
ورجعت تاني. انس اسامه واحد من ضمن اللعيبه اللي بيتواصل معاها حسين لبيب لحد دلوقتي، وبالتالي في امكانيه لعودته تاني. وبالتالي سياسه مجلس اداره نادي الزمالك يعني بمختلف القطاعات ان هم عايزين يرجعوا تاني اللعيبه. ده حصل مع عمر الفولي لاعب كره اليد اللي احترف في الدوري القطري ورجع برضه رجع نادي الزمالك في فريق كره اليد. عبد الله السعيد كان في برضو يعني بعض الاراء زي ما انت قلت ان في خلافات على سن عبد الله السعيد داخل مجلس اداره نادي الزمالك، ما كانش فيه ولا خلاف واحد على ضم عبد الله السعيد، ودي يمكن المفاجاه ان بعض الجماهير متخيله ان نقطه ضم عبد الله السعيد خلاف في المجلس. لا، كل المجلس كان داعم لعبد الله بسبب المكالمات والاجتماعات اللي اتعملت مع عبد الله. اللاعب عايز يشعر بدعم جماهيري، ودي النقطة الأساسية أو الرغبة الأساسية أو الدافع اللي وصل عبد الله السعيد لنادي الزمالك، فكرة إن هو عايز يظهر مع فريق لديه دعم جماهيري. جمهور الزمالك من وجهة نظرك شايف إن هو مرحب بفكرة عبد الله السعيد؟ على حسب رؤيتك يعني. يعني الحقيقة مش الأغلبية مرحبين، ولكن ياما شفنا صفقات قبل ما تيجي كان ضجة كبيرة جدا وتوقعات عالية جدا، ولكن اعتقد ان جمهور الزمالك الاغلبيه منه بتحب عبد الله السعيد نظرا لوقت سابق ان هو يعني كان زي ما حسام قال كان صفقه قرن قبل كده وما اكتملتش، فاعتقد ان هم لسه شايلين له الحته دي ان هو اشتراهم قبل كده وراح الزمالك، فاعتقد مع الدعم الجماهيري عبد الله ممكن يأدي سنه او سنتين. قيمه بالنسبه لقيمه الصفقه، خلينا اقول لك ان الزمالك اتفق مع بيراميدز على تقسيط مبلغ ال 18 مليون في صفقتي دونجا وعمر جابر، ودفع 15 مليون برضو بالتقسيط لحسم الصفقه بشكل نهائي. عظيم جدا، حلو الكلام. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، نواصل، خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، مستمرين مع حسام زايد وعمرو ثروت ومهاب ممدوح وكثير من الكواليس المهمه في اتحاد الكوره وايضا في الاهلي والزمالك، الكوره المصريه بشكل عام. يعني حسام، في حكايه عبد الله السعيد كنا لسه بنتكلم عليها قبل الفاصل، بدا الناس تتحدث عن فكره انه اتحاد الكوره مد القيد من الساعه 3 للساعه 12 بالليل عشان عبد الله السعيد يتايد. والحكايه ايه يعني؟ عايز اقول لك يعني انا لما شفت الكلام ده على السوشيال ميديا يعني بصراحه انا عندي المعلومه بس قلت اسال برضو. طبعا انت عارف برضو كريم، هنرجع بالذاكره ورا في كل فتره انتقالات هتلاقي خبر كده اتحاد الكوره بيمد فتره القيد لغايه الساعه 12 بالليل. يا جماعه اصلا في اي دوله في العالم القيد بينتهي الساعه 12 بالليل، نهايه اليوم بالظبط، نهايه طب. اليوم هي 12 بالليل، صحيح 12 ودقيقه خلاص دخلنا في اليوم الجديد. مزبوط. شكرا على كده. مظبوط. اللي حصل اللي بيحصل دايما انه اتحاد الكوره عارف انه في العديد من الانديه لما بتيجي تسجل اللعيبه على السيستم بيكون في حاجات ناقصه، ورق ناقص، في حاجات ناقصه، فبتحصل مشكله فبيحتاجوا يجيبوا حاجه اللي ناقصه. فاتحاد الكوره عمل فكره انه بيعلن قبلها انه الساعه 3 هو ده اخر ميعاد، قبليها مباشره بيقول انه القيد اتمد علشان الانديه اللي عايزه تلاقي حلول تلحق تحل. بس ده الطبيعي انه حتى ولو هو ما اعلنش القيد هيتقفل الساعه 12 بالليل. لا، فكره نبيهه من اتحاد الكوره، فيها كثير من الابتكار والعظمه. وبعدين زي ما انت قلت كده هو بيتراسها اجيال بعد اجيال على طول، يعني هي مالهاش علاقه بالاتحاد الحالي، هو كله بيفكر كده. عارف انت بالظبط اللي هو ايه، لما تبقى رايح تقابل واحد صاحبك عارف اللي هو بيتاخر على طول، فتقول له بص احنا ميعادنا الساعه 3، هو هيجي الساعه 12 بس احنا ميعادنا الساعه 3، يعني انت كده زي هو هيجي الساعه 4 برضه عادي. اكيد حصل قبل كده انه الساعه 12 بالليل في ناس اتاخرت وحصل مشكله وما لحقتش تسجل اللعيبه، فبالتالي حصل انه دايما قبل فتره كل فتره قيد. بس بيني وبينك احنا ما نظلمهمش، الانتقالات الصيفيه اللي فاتت قفلوا 3، الانتقالات اللي فاتت الاخيره دي اخرهم الساعه 12 بالليل. اسمع مني، 12 بالليل 12 الساعه 12 هو اصل هو بيقول لك من 1 مثلا يناير ل 31 31 ده اخر 12، هو ما يقدرش ده سيستم السيستم هيقفل الساعه 12 بالليل، تمام. هو بقى بيقول للناس عشان ايه، زي ما بقول لك كده بتعمل واحد صاحبك فهيتاخر فتقول له تعالى الساعه 3 عشان هقفل بدري النهارده. عايز اقول لك انا كده عامل فيك عامل معاك واجب يعني. جميله فانت بقى شفت هي بتضرب في الوش برضه بالظبط، اللي هو الناس دلوقتي بدات تنتقد وتهاجم. انا الحق ده عمل كذا، الحق ده فتح ومد وكذا. لا ما تقول الساعه 12 بقفل، واللي عايز يجي قبل 12 اهلا وسهلا، اللي جه الساعه 12 ودقيقه هو حر، واللي هيجي 12 حاجته ناقصه مش هيتسجل له. انا مالي مثلا انا مالي كاتحاد كوره يعني، فكره انه انك تتعامل انت بابا وماما وكل الحاجات ديت، ده مش شغل احترافي ده. هي دي القصه بتاعت انه القيد اتمد مخصوص عشان عبد الله السعيد. لا مش صحيحه يعني، مش صحيحه خالص. الله يفتح عليك. حلوه المعلومه دي.
هو صحيح مارسيل كولر قفش وزعل واتضايق واتنرفز عشان مصطفى اشرف؟ بص انا بس في حاجه نسيت اقول لك عليها في قصه ابو جبل. يلا. ابو جبل اتبلغ بمعاد اول تمرين ليه في النادي الاهلي اصلا بقى. عشان نثبت برضه المعلومه ان ابو جبل تم ابلاغه ان اول تمرين ليك انت وعمر وكمال عبد الواحد هيكون يوم 6 يعني 6 فبراير ماشي، اللي هو التمرين، لان الدوليين خدوا راحه اسبوع، الاهلي طبعا بكره عنده تمرين، راجعين بقى يوم الثلاث الجاي، فتبلغ ان هو وعمر وكمال هيكونوا موجودين يوم الثلاث، وان هيكون في قبليها بكام يوم جلسه التصوير بتاع البرومو بتاع اعلان انتقال ده، بس عشان نقفل ملف محمد ابو جبل قبل ما سقط البوزيشن ده. محمد ابو جبل، مصطفى اشرف بقى حكايته. مصطفى اشرف ده قصته ان مارسيل كولر طلبه اكتر من مره ان يكون موجود في النادي الاهلي، كان في تحرك من النادي الاهلي. مصطفى اشرف بس اوضح للساده المشاهدين، لا بروسيا مونشنجلادباخ بالظبط، كان في كلام النادي الاهلي بعت عرض للنادي استعاره، النادي الالماني رفض ده وطلب ان لو هتحصل على اللاعب يعني تحصل بشكل نهائي، فالاهلي كان عنده رغبه ان يجي اعاره، فالموضوع اتقفل. ما علمته ان طبعا الزمالك دخل في الصفقه بتاعت مصطفى اشرف، يمكن مهاب هياكد المعلومه يعني، ومارسيل كولر قال لهم ده لعيب واعد وممكن يبقى اضافه لخط الوسط، وكان في تحفظ من لجنه التخطيط ان احنا نجيب لعيب دلوقتي، خاصه هم شايفين ان خط الوسط يعني يكتظ بعدد من النجوم، فهم رفضوا فكره التعاقد معاه. فكولر زعلان جدا ان اللعيب ده كان شايف ان هو ممكن يكون احد العناصر اللي تكون بتشكل مستقبل خط النص في النادي الاهلي. وكولر رغم الزحمه اللي عنده كان عايز برده مصطفى اشرف، لان انت برده قال ديانج يعني وارد جدا في اي وقت ان ممكن نهايه الموسم ديانج يفحل على النادي الاهلي يعني، فهو دايما بيامن للي قدام. بقى لنا ساعتين بنقول ان اليو ديانج هيمشي اخر الموسم بالظبط، شايف هو اللي مش عايز يمشي ولا الاهلي مش عايز يمشي. العرض اللي بيجي دايما لاليو ديانج مش متناسب مع رغبه النادي الاهلي، لان ديانج من سنتين الاهلي كان بيتكلم في 8 مليون فانت النهارده لما يجي له عرض ب 2.5 مليون ولا 3 مليون زي اللي بيحصل له عرض بتاع قطر القطري، طبيعي انا كنادي اهلي مش هوافق. انا كنت بتكلم ان انا هبيعك ب 8 مليون، فانت لما تيجي تقول لي 2 مليون رقم بعيد جدا، لكن لو اتكلمنا في 5 مليون 6 مليون ممكن يبقى في كلام بقى. بص هكلمك بصراحه، قول لي مش هيجيب الرقم ده. انا مقتنع انه الاهلي كاداره وكتعاقدات هم افضل نادي بيتعاملوا في هذه الملفات في مصر. بس اللاعب كل ما بيتقدم بيه العمر السعر هيقل، السعر هيقل، وخلي بالك ما بيشاركش وما بيشاركش كمان يعني، هو برضه دلوقتي ما بقاش يشارك والمستوى بيقل ومدة العقد بالظبط فاضل قد ايه في العقد، سنه سنتين ثلاثه، انت كل ده بيفرق، فاكيد مش تثبت على 8 مليون او 6 مليون. ما انا عايز بقى حاجه قريبه نقسم البلد نصين يعني، لو انت هتديني 5 مليون مثلا فيهم وهزود مثلا اعاده نسبه بيع مع الحاجات اللي هي التسويقيه او البونص اللي بيتحط في العقد اوكي، لكن لو بتتكلم في 2 3 مليون انا كنادي سين رايح اشتري اليو ديانج من النادي الاهلي وهو لسه صغير وانا شايفه لاعب واعد وممكن يبقى احسن من كده، تمام، ممكن ادفع 8 و6 و7 مليون جنيه صحيح. تمام، لما اللاعب شفته ومبقاش واعد بقى عادي خلاص واخد خبراته، بس لما خد خبراته بقى اقصى مستوى ليه في الحته دي، هنا افكاري هو برضه استهلك شويه، هنا افكاري هتختلف هتتغير طبعا بالظبط يعني. طيب ايه مصطفى اشرف؟ قصه مصطفى اشرف يا كريم، انا يمكن تواصلت مع والده امبارح، خليني اقول لك ان الرغبه الاولى لمصطفى كانت الانتقال للنادي الاهلي اصلا، والازمه زي طبعا ما قال عمرو، ازمه البيع النهائي والاعاره هي اللي عطلت القصه، ويمكن ظهرت تصريحات لوالد مصطفى اشرف امبارح ان هو بيقول ان اسره اللاعب كلها اهلاويه، وده اغضب شويه مسؤولي الزمالك لدرجه ان احد مسؤولي الزمالك كلموه وقالوا له نفس القصه دي او نفس الازمه دي واجهتنا مع مصطفى شلبي في البدايه، اللاعب كان بيعاني مع الجمهور شويه نفسيا ولحد طبعا ما اظهر تالقه واظهر ان هو لاعب محترف، فبلاش التصريحات الجدليه دي. القصه كلها ان معتمد جمال بالمعاونه طبعا مع فريق السكاوتنج في الزمالك قدروا ان هم يجمعوا تقرير فني شامل على مصطفى، واقنعوا كابتن احمد سليمان ان هو يدخل بنفسه في حسم الصفقه، والفرق البسيط او ليه الزمالك خطف الاهلي من الصفقه عشان نفس اللي قاله عمرو، فكره الاعاره والبيع يعني، يمكن والده كان اكد ان اتفاق الزمالك 4 سنوات ونصف بيع نهائي مش اعاره. حصل بعض الخلافات على نسبه البيع، لان الفريق الالماني كان عايز نسبه البيع 30%، الزمالك شايفها كبيره خاصه ان ده لاعب بامكانه الاحتراف مستقبلا، فالنسبه كبيره جدا، لكن في النهايه انا باكد لك ان رغبه اللاعب الاولى كانت النادي الاهلي. دي نقطة مهمة أوي، نقطة مهمة، وزي ما قلت لك فكرة الزمالك خايف دايما من فكرة اللعيبة اللي ميولها أهلاوية، غير ميولها أهلاوية كمان، اللي أقاربها دايما بيطلعوا بتصريحات جدلية، دايما بيبقى في صدام مع الجمهور، فدايما الزمالك يمكن دي كانت أزمة في البداية مع فتوح، لحد طبعا ما في ناس كتير اتدخلت ويمكن كابتن طارق السيد أبرزهم، ولكن الزمالك عايز اللاعب اللي يجي يبقى علاقته كويسة بالجمهور. عارف المشكلة فين؟
مشكلة ان احنا تعودنا على فكرة الحساسية دي اللي هو ايه؟ اللي هو ما ينفعش يكون اللاعب ده اهلاوي يروح الزمالك، ما ينفعش اللاعب ده يكون زملكاوي يروح الاهلي، رغم انه تاريخيا ياما زملكاويه ولحد دلوقتي مش تاريخيا ده في الحاضر في اهلاويه بيلعبوا، يعني في لعيبه بتلعب في الاهلي زملكاويه، في لعيبه بتلعب في الزمالك اهلاويه كانتماء يعني وهم صغيرين يعني، بس كده كده لعيبه الكوره لما بتروح لاي فرقه هي بتلعب لفرقتها، ده بعيدا عن مصر عالميا كمان وعالميا عالميا مبابي الناس كلها عارفه ان هو عايز الريال بالظبط كده، خلاص انا قصتي احتراف مع باريس سان جيرمان، وفي لعيبه تالقت زي مثلا مع الزمالك واصحابها او زمايلها عارفين ان هم اهلاويه بس بالاخر هو بيكثف في بقيته فخلاص بالظبط كده، زي مدرب كمان برضه في مدربين كتير، كابتن محمود الجوهر اشتغل في الـ في الـ في الـ الله يرحمه يعني اشتغل في ايوه، فانا ما عنديش مشكله لما يطلع مثلا اسره مصطفى اشرف يقولوا احنا اهلاويه تمام، مصطفى اشرف راح فين؟ الزمالك، ايه المشكله بالظبط؟ مفيش اي مشكله، مفيش مشكله خالص، انا ليه بعداه في الملعب في انا بكلم الجمهور كمان مش بكلم المسؤولين، يعني الجمهور لازم يتفاهم الفكره ديت اللي هو انت مش لازم تجيب واحد زملكاوي يعني وعيلته زملكاويه ومن صغري بقى كده يعني مفيش الكلام ده اصلا، وعلى فكره بقى بالمناسبه يعني اللي بيبقى عيلته زملكاويه وهو زملكاوي من صغره عادي، ده هو اسهل واحد بيروح الاهلي صحيح، والعكس صحيح الاهلاوي وعيلته اهلاويه وبتاع ده اسهل واحد في الاخر بيروح الزمالك، يعني احنا مجربين كل ده يعني المفروض مش جديد علينا. مين بعد فيتوريا لو فيتوريا رحل؟ طيب مين بعد فيتوريا؟ طبعا فيتوريا قدم التقرير الفني هو ما فيهوش اي حاجه يعني نقول عليها انه ده سبب من الاسباب للخروج، لكن هو قال انه الرطوبه والاصابات اللي اتعرض ليها دي كانت من الاسباب، ان بالمناسبه طبيعي يعني لو كنت ده طبيعي بس مش هي الاسباب الكبرى يعني طبعا ده مش ده السبب اللي يخليك تخرج من دور ال 16 يعني طبعا بدليل انه الاداء سيء طول المباريات كلها مش بس من اول مباراه يعني ما لحقتش تتعب بالظبط، فطبعا ده الاسباب اللي هو ذكرها في التقرير. من البدايه كده مجلس الاداره رفض تماما طرح انه يكون مدرب وطني هو البديل، مجلس الإدارة عايز يجيب البديل يكون مدرب أجنبي مع تعديل داخل الجهاز الفني بنسبة كبيرة، ممكن الكابتن محمد شوقي يكون موجود في الجهاز الفني الجديد. لا قبل التعديل هنيجي على التعديل والجهاز المعاون، هل أصلا أحد الأعضاء طرح فعلا اسم الكابتن حسام حسن؟ لا لم يطرح اسم الكابتن حسام حسن أو غيره أو غيره. ليه لم يطرح أي مدرب مصري؟ شوف هو عادة عشان بس افكر الساده المشاهدين عادة احنا مش كده مدرب اجنبي ومدرب مصري مدرب اجنبي ومدرب مصري مدرب اجنبي ومدرب ليه بقى هنكسر القاعده؟ هقول لك ليه، لانه ده كان قرار اتخذ بعد التجربه مع الكابتن ايهاب جلال كابتن حسام البدري انه لن يتم الاتجاه الى المدير الفني الوطني. طبعا موضوع المدير الفني الوطني دايما بيفتح باب جدل كبير جدا، مين الاسم، مين الشخصيه بتاعته، هيعمل ايه مع المنتخب، هل هو قادر على التعامل مع النجوم المحترفين وخاصه على راسهم محمد صلاح، دي كلها امور بيتم طرحها وتداولها. علشان كده اغلق موضوع المدير الفني الوطني من بابه انه اللي جاي هيكون مدير فني اجنبي، ولكن انا شايف انه ده يعني على طريقه البرامج القديمه يعني ده جواب نهائي، انا شايف انه ده مش جواب نهائي يعني ده مش جواب نهائي يعني ممكن يبقى في مدرب مصر. ممكن يكون في مدرب وطني بالمعطيات اللي بتتغير كل يوم في موضوع المدير الفني واتحاد الكره بشكل عام، وطبعا الاسبوع الجاي ده هيكون حاسم جدا فيما يخص مصير فيتوريا مع اتحاد الكره. برضو المعلومة الخاصة انت كنت سألت في البداية برضو كريم على مستقبل مجلس الإدارة، مجلس الإدارة شايف قبل مجلس الإدارة نروح كده طيب. الجهاز المعاون بقى حلو، الجهاز المعاون المعلومات الواردة إلينا وإحنا بنتكلم بمعلومات إنه بنسبة كبيرة الكابتن أيمن عبد العزيز والمهندس محمد غرابة مدير المنتخب هم كمان هيرحلوا مع الجهاز الفني الخاص بفيتوريا الجهاز بالكامل، والكابتن محمد شوقي قريب جدا من العودة مرة أخرى لمنصب المدرب العام مع المنتخب الجديد سواء مدير فني أجنبي أو لو يعني اتغير الكلام وأصبح مدرب وطني. ممكن أسألك سؤال؟ يلا بينا. هو ليه مثلا محمد شوقي ما يبقاش مدير فني؟ التجربة صناعة المدرب. معلش أنا عارف إن أنا شاطح بس وعارف إن ده مش هيحصل. بس ليه ما بنعملش كده يعني؟ خوف من المغامره. طب ما انا هقول لك على حاجه يعني مع احترامنا، طيب ما هو التجربه بتاعت وليد الركراكي والوصول لرابع العالم طيب ما احنا عندنا برضو غير كابتن محمد شوقي واليو سيسي وطارق مصطفى واكتر من اسم يعني لا عشان بس الكلام يبقى واضح، مش بقول محمد شوقي بالظبط، بتكلم على الجيل ده بالظبط. ليه ما يكونش كادر شاب؟ ليه ما يكونش؟ واحنا عددنا المدربين اللي نجحوا وليهم تجارب يعني مهمه في الدوري المصري، ولكن انا شايف انه بعد تجربه يعني كابتن ايهاب جلال الظهير الجماهيري مهم جدا مع المدرب، تخيل يعني انه انت مش قادر تحمي المدرب علشان مش بينتمي للاهلي ولا الزمالك،
وحتى حسام البدري انا بقول لك الكابتن حسام البدري وقتها كان من ضمن الاهداف انه الاتحاد الكره تعاقد معاه انه شخصيته قويه بالزبط. وهيعمل ضبط وربط داخل المعسكر وده للاسف ما حصلش. وقتها ما حصلش فانا شايف انه في اكتر من اسم من المدربين الشباب اللي عملوا كلام على كيروش تجربه هتسالني ايه السؤال ده انت جاي له على كيروش مهم قوي ده حلو. حلو السؤال ده ماشي بس هنسيبه بقى يفكر في الاجابه قبل ما يجي لك انا الاجابه جاهزه على بال ما ترجع طيب الاهلي تقريبا اموره كانت هاديه في فتره الانتقالات الحاليه هل الاهلي كان بيفكر يستبعد لاعبين اخرين او يستغنى عن لاعبين اخرين زي ما عمل مع صلاح محسن ولا كان صلاح محسن بس هو الهدف وليه صلاح محسن العقد اتفسخ يعني احنا ما بنسمعش في كلمه فسخ العقد ديت في الفترات الاخيره في النادي الاهلي ليه الاهلي قرر انه يفسخ عقد صلاح يعني العلاقه كانت وصلت خاصه العلاقه يعني وصلت طريق مسدود ما بين النادي الاهلي وما بين صلاح محسن مصر كله قال انا مش عايز صلاح محسن وصلاح كان عنده رغبه انه يكمل لكن هو مش هيكمل والمدير الفني مش عايزه ومش عايزه حتى يتمرن مع الفرقه ده الكلام اللي طلع ان مفصل كولر مش عايز حتى صلاح محسن يكون موجود في التدريبات ايوه ما انا فاهم بس الاهلي في الظروف زي كده بيبيع اللاعب يستفيد منه ما هو باعه بس بشكل مش مباشر يعني ايه على شرح المصري بالزبط. يعني هو خد المقابل خد المقابل صراحة يعني في الاخر هو ما خسرش فيه يعني بس مش هنتكلم على المقارنه الرقم اللي هو جه بيه لكن في الاخر هو الاهلي استفاد يعني من صلاح محسن وصلاح واللاعب نفسه اتنازل كمان عن مستحقاته ورحل بشكل هو طلع ان هو فسخ تعاقد لكن في الاخر النادي الاهلي طبعا استفاد من بيعه مهاب انت ما قلتش كان في لعيبه ثانيه كان الاهلي عايز كان في مجموعه من اللعيبه محطوطه في القايمه اللي هو لو هنعمل صفقه تبادليه لو احنا كنا هنجيب مثلا محمد بسام هنجيب لعيبه ثانيه كان محطوط احمد عبد القادر كان محطوط كريم نيدفيد كان محطوط خالد عبد الفتاح كل اللعيبه دي كلها كانت مطروحه وكان محطوط كمان حمزه علاء حمزه علاء طيب مين ثاني في الزمالك يا بابا يعني لو هنتكلم على ناصر ماهر لانه ليه قصه واضحه ملنكه شويه مع الاهلي يا كريم ناصر ماهر في البداية كانت رغبته الأساسية طبعاً التعاقد مع الزمالك ليه؟ لأن المكالمة اللي جمعته بكابتن أحمد سليمان اللاعب قال له نصاً يا كريم أنا عايز فريق جماهيري وعايز أعوض اللي حصل فيا في الأهلي نصاً الكلمة دي اتقالت من ناصر ماهر وبالتالي ناصر ماهر كل قال طبعاً أنه تنازل عن جزء من مستحقاته لدى مودرن فيوتشر عشان يتمم انتقاله للزمالك لكن المبلغ اللي ما تقالش أن ناصر ماهر تنازل عن ما يقرب من 6 مليون جنيه من أجل الانتقال للزمالك هو شايف أن الفترة الأخيرة اللاعب محتاج دعم جماهيري أكتر محتاج يثبت للناس أن فترته في النادي الأهلي ما كانتش فترة سيئة وكان يستحق فرصة أكبر وبالتالي ده اللي دفع الزمالك إن هو يستغل حماس اللاعب ويتعاقد معاه في صفقة تاني طبعا اللي كانت مفاجأة شوية أو ما كانش الاسم مطروح كان هو زياد كمال لاعب إنبي الصفقة خلصت ب 30 مليون جنيه اللاعب ده من اختيار كابتن معتمد جمال هو يعني اللاعب ما كانش فيه حسابات إدارة الزمالك لكن معتمد جمال هو اللي شاف اللاعب وقال أنا اللاعب ده هيفيد الزمالك مستقبلا طيب لو هنتكلم على اللعيبة المحترفة تحت السن خاصة أن في موتيابا اللاعب لاعب منتخب أوغندا وفينيسيوس سوزا اللاعب البرازيلي خلينا أقولك أن فريق السكاوتنج هو المسؤول عن الملف ده بالكامل إن هو يبحث عن لعيبة تحت السن تفيد الزمالك لعيبة زي على غرار كده لامين كامارا اللي تألق مع منتخب السنغال طبعا في كأس الأمم فموتيابا وقع طبعا على عقد لمدة 4.5 سنين واللاعب اتقدم من فريق السكاوتنج تقرير فني شامل لمعتمد جمال وهو اللي وافق على القصة فينيسيوس سوزا الوضع مختلف تماما ليه؟ فينيسيوس سوزا كان بعيد الفترة الأخيرة أو بعيد أو ما كانش ليه دعم جماهيري قوي لأن اللاعب أرقامه سيئة جداً يا كريم أنت بتتكلم إن هو رأس حربة بيلعب في إنتر ناسيونالي البرازيلي في فريق الشباب أو الفريق التاني زي ما بنقول مسجل 7 أهداف فقط في 29 مباراة الراتب اللي بيحصل عليه 1000 يورو فقط لم يتم تصعيده ولا مرة وفي البرازيل يعني في البرازيل أغلب اللعيبة بيتم تصعيدها مبكرا بتتكلم في 16 و17 سنة فاللاعب حتى سن 18 عاما لم يتم تصعيده وفي وكلاء وشركات تسويق دخلت في الصفقة والزمالك من أول يوم في الميركاتو يا كريم وهو بعيد خالص عن قصة الوكلاء وشركات التسويق يعني خالص. دايما يعني ده دي سياسة اتفقوا عليها طبعا بالتنسيق مع كابتن حسين لبيب إن أي صفقة تتم
دون تدخل من اي وكيل، دون تدخل من اي شركات تسويق، حتى لو اللاعب ده هو النجم اللي الجمهور عايزه انا مش عايزه كلاء. وبالتالي متيابة اللاعب الاوغندي هو اللي الحقيقه ده بالنسبه للعيبه اللي في مصر كمان، حتى بالنسبه للعيبه اللي في مصر ما عدا اسماء معينه، يعني فتوح القصه معاه مختلفه لانه واحد من ابناء نادي الزمالك، لكن الصفقات اللي بالظبط يعني كانت لسه الصوره معانا بتاعت عبد الله السعيد جنبه وكيله لا ما هي القصه اللي في مصر يعني مختلفه شويه، لان في لعيبه يعني رغبتها خلاص يعني الموضوع محسوم، انما لو هتتكلم من لعيب من بره ووكيل عايز يتدخل عشان يحصل على مبلغ معين وهيعلي على الزمالك، خاصه ان اللاعب ده مش اللي الجمهور منتظره، فالموضوع صعب شويه. عظيم. حد قال لي اللي كان جنب عبد الله سعيد الكوافير بتاعه. صحيح صحيح. مش انا قلت حد غريب، فيبقى ممكن الوكيل يعني. انا حتى استغربت يعني. ما صح؟ استغربت مني انا ولا انت؟ لما شفت الصوره انا قلت يمكن اشتغل نازله امبارح، يمكن اشتغل طنطا، اعتقد كان معه محمد عاطف. محمد عاطف ده بالظبط، ما هي على حسب اللاعب نفسه بالظبط. بجد والله انا قلت يمكن اشتغل. لا صوره ثانيه يا شباب، انا قلت والله ظنيت ان هو يعني ممكن يكون هو. لا هتقولي صوره ثانيه، الله يسعدك ثانيه، مش حد قال لي اللي بجد والله، اصل انا عارف يعني. أيوة عارف. ايوه عارفين هو الكوافيرات دلوقتي وكلاء كريم برضه بيتدخلوا في الصفقه. انا قلت جايز يكون فعلا بقى وكيل والله. دي جديده ما بس هي الصوره دي معناها ان هو كده ليه دور كده واضح ان ليها دور. بغض بغض بس كده مدير الكوره استاذ هاني شكري عضو مجلس الاداره عبد الله السعيد، وانت بتقول لي ده الكوافير. دي حقيقه ده كوافير الشعر. تمام خلاص انا عارفه يعني، انا عارف انه كوافير وكده، فانا استغربت. تعرفه منين؟ لا رحت مره يعني. رحت مره حبيبي يا حسن. بعد الفاصل نواصل، خليكم معانا. يعني بحضراتكم مرة أخرى، عمرو ثروت كان سأل حسام زايد سؤال مهم جدا في الفقرة اللي فاتت، وقال له إيه موقف كيروش؟ طبعا سؤال مهم وسؤال يعني مطروح على السوشيال ميديا، والناس كلها بدأت تستعيد ذكرياتها مع كيروش، وإن هو الراجل اللي وصلنا لنهاية كأس الأمم. فين أيامك يا كيروش؟ بالظبط. والله كان مدرب عظيم، والله كان مدرب جميل. إحنا اللي مشينا. هو نفس الشخص اللي كان بيقول الراجل ده إزاي بيدرب منتخب، هو دلوقتي يقول لك فين أيامك يا كيروش؟ نعيش نفس. مفيش كتالوج. كنت بقول إمبارح مش عارف سمعتوها لا، انا من ايام ما كنت بروح الاستاد ايام الكابتن محمود الجوهر رحمه الله عليه، يعني كان في ماتشات بحضرها كنت لسه صغير، الجمهور يقول لك ارحل يا جوهري، تمام نجيب مدرب جديد يقعد ست شهور الحقنا يا جوهري. هم نفس الجمهور يا جماعه، مش كنتوا بتقولوا ارحل يا جوهري؟ احنا عايشين كده بقى في كل المدربين. العاطفه العاطفه تحكم. طبعا طبعا موضوع كيروش الجماهير كلها بدات تطرحه مره ثانيه، والناس بدات تفتكر انه ده راجل كان عظيم وعمل والكلام ده كله. في البعض المقربين من كيروش تواصلوا معاه وسألوه عن هل في إمكانية أنه هو يرجع يدرب منتخب مصر تاني لو طرح بشكل رسمي التفاوض، خاصة أنه بعد طبعا انتهاء موضوع فيتوريا بالتأكيد هيطرح أكتر من اسم أجنبي قد يكون من ضمنهم كارلوس كيروش، لكن هو كان رده قاطع أنه هو مش حابب يشتغل مع المجموعة الموجودة حاليا كمجلس إدارة في اتحاد الكرة، علشان كده هو قفل الباب تماما في الجزئية دي، إلا إذا أعتقد لو كان في تدخل مباشر عن طريق طبعا وزارة الشباب والرياضة، لأنه أنا عارف أنه في يعني علاقة محترمة وصداقة قوية ما بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع كيروش من بعد ما مشي حتى والكلام ده كله، هل ممكن يكون بيتدخل في الموضوع؟ أنا لسه مش ما عنديش معلومات أكيدة في النقطة دي، لكن كارلوس كيروش حتى الان رافض ان هو يتعامل. طب العلاقه الان ما بين وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكره بعد الخروج من كاس الامم الافريقيه في اي خاصه؟ النهارده حتى في بيان اعتذار اتحاد الكره قال ان هو قدم كل شيء، والوزاره كمان ذكر وزاره الشباب والرياضه في البيان انها قدمت كل شيء وكل الدعم، الوضع دلوقتي ايه؟ طبعا اتحاد وزاره الشباب والرياضه بعد خروج المنتخب بساعات قليله أرسلت خطاب شديد اللهجة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. الخطاب فيه إنه المنتخب بتقدم له كل شيء، كل الدعم المالي والإداري والمعنوي واللوجستي، وكمان الدعم من القيادة السياسية، وشفنا كمان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدريب المنتخب قبل السفر مباشرة، واهتمام كبير من كل أجهزة الدولة بمنتخب مصر. فبالتالي مطلوب بشكل عاجل ان اتحاد الكوره يبلغ وزاره الشباب والرياضه بتقرير مالي عن سفريه كوت ديفوار، وفني عن ايه اللي حصل، واداري عن كل الامور اللي حصلت في السفريه الاخيره الخاصه بكاس الامم الافريقيه. وده خطاب رسمي ارسل من وزاره الشباب والرياضه الى اتحاد الكوره،
زي ما ذكر البيان انه في اجتماع يوم الاحد بالتاكيد بعدها ممكن في نفس اليوم او ثاني يوم بالتاكيد اتحاد الكوره هيرد على وزاره الشباب والرياضه فيما يخص كل التساؤلات اللي ارسلها طبعا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكان من ضمنها نصا انه سيبنا لكم كامل الحريه في اختيار الجهاز الفني ده وكل الامور الخاصه بالجوانب الفنيه ولم نتدخل في اي شيء على الاطلاق، على الرغم انه قد يكون الموضوع على غير رؤيتنا. يعني بالمناسبه هل اتحاد الكره الحالي مجلس الاداره حد فيهم قرر انه يستقيل طواعيه يرحل عن الاتحاد؟ هل الاتحاد نفسه كاتفاق فكروا في الاستقاله او سيرحلوا عن مهام وظيفتهم؟ مجلس الإدارة، ويمكن ده نقراه ما بين السطور الخاصة في البيان، إنه مجلس الإدارة عمل اللي عليه وإنه عمل الدور المنوط به والكلام ده كله، ده دليل بيأكد المعلومة اللي عندنا إنه ما فيش أي حد من مجلس الإدارة فكر إنه هو يستقيل حتى هذه اللحظة، كلهم شايفين إن هم عملوا الدور اللي عليهم وإنه اللي حصل ده من باب الإخفاق الوارد إن هو يحصل، فبالتالي ما فيش أي ما يدعو إن هم يستقيلوا، وإنه كمان الدورة دي خلاص قدامها أشهر قليلة وتنتهي فترة هذا المجلس والانتخابات هتتعمل بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس، فبالتالي هم ما عندهمش أي نية. يعني قبل آخر السنة هيبقوا مش موجودين ولا هيبقوا موجودين تاني؟ لا طبعا في أكتر من عضو خلاص يطبق عليه بند 8 سنين، منهم الأستاذ جمال علام دي تاني دورة ليه، لأنه بند 8 سنين سواء متصلين أو منفصلين، منهم الأستاذ جمال علام، منهم الحاج محمد أبو الوفا، منهم الكابتن حازم إمام في العضوية إلا لو عايزين يطلعوا لمنصب أعلى على منصب النائب، فبالتالي في أكتر من عضو في المجلس ده. الأستاذ جمال علام طبعا خلاص مش هينفع يترشح تاني لأنه خد دورتين وما فيش منصب أعلى، هو رئيس الاتحاد فمش هينفع يترشح تاني، لكن أي عضو من الأعضاء اللي قادوا قبل كده دورتين لو عايز يترشح يترشح على منصب أعلى سواء النائب أو رئيس الاتحاد. يعني لو الانتخابات في شهر 10 فكده كده مثلا الاستاذ جمال علام مش موجود تاني معانا في اتحاد الكوره. بالظبط. لو في شهر 10 اللي جاي. بالظبط. تمام. حلو. محمد الشناوي، اصابه محمد الشناوي هيرجع امتى؟ عدد الشهور بشكل رسمي هيغيب قد ايه عن النادي الاهلي بما في ذلك التاهيل، ومين اصابات تاني في النادي الاهلي في الوقت؟ الشناوي هو اعلن ان هو 3 شهور. ده الرسمي. ده بس لكن هو من 3 ل 4 يعني ممكن الشهر الاخير ده اللي هو هيبقى بتدريج يرجع فيه للتدريبات الجامعه. احنا بنتكلم في 4 شهور تقريبا. بالظبط. احنا بنتكلم تقريبا على شهر 5 مثلا. على شهر 5. على شهر 5. تمام. 5 يكون جاهز يعني. مين تاني؟ المعلومه اللي عندي بكره ان شاء الله في جلسه الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي مع مفصل كولر. احنا عندنا قائمه اصابات جوه النادي الاهلي في رضا سليم. تسليم كان عنده طبعا كسب في عظمه الطفقوه وهو بيتاهل جات له الاماميه، فهو دلوقتي شغال على حته الاماميه عشان يكون جاهز، هيبقى في تقرير طبي هيتم تسليمه لمفصل كولر عشان يتحدد اذا كان هيبقى جاهز لرحله الجزائر اللي هتبقى نص شهر في فبراير عشان ماتش الشباب والازداد اللي اتحدد يوم 16/2 الساعه 9 ان شاء الله. عظيم. في خالد عبد الفتاح كان عنده مزق في العضله الخلفيه، ده برضه هيتم تسليم تقرير طبي لمفصل كولر. في احمد عبد القادر برضه مزق في الخلفيه، وفي طبعا قصه محمود متولي اللي لسه مستمره الاصابه بالعضله الاماميه. محمود متولي حظه وحش. حظه وحش جدا بصراحه. حظه وحش. لان هو بيطلع من اصابه لاصابه وفي بعض الاصابات بتتجدد تاني ويمين وشمال للاسف يعني على الاقل 50% من مسيرته كانت اصابات. من اللعيبه اللي حظها وحش جدا. وحش قوي ولان اللعيب كويس قوي بصراحه يعني. طيب. وجايز خلي بالك لو متولي خرج بره النادي الاهلي وارد جدا زي ما كان بيحصل قبل كده في بعض اللعيبه الدنيا تمشي معاه. زي كريم نيدفيد. كريم نيدفيد طبعا. وزي باسم علي، باسم علي قعد سنتين ثلاثه في الاهلي اصابات طلع كسر الدنيا في فيوتشر وقبلها في المقاولين. واحكي كريم نيدفيد صحيح. نيدفيد مصاب برضه بالمناسبه، عنده رشح في الركبه، وقبل ما المعسكر امارات كان في كلام ان هو هيلحق بالمعسكر، هو غاب عن المعسكر، كان المعلومه اللي عندي ان هو كان عنده كورونا قبل السفر، وبعديها اصابه في رشح في الركبه، ده برضه هيتبص عليه بكره في التمرين. بس ما عندوش مشكله في الاهلي. لا لا ما عندوش اي مشكله. عظيم. ماذا عن مدرب الزمالك الجديد؟ طيب احنا كانت البداية من البلجيكي هوفنز طبعا، وكل التقارير وكل الأخبار حتى العالمية أكدت ان هو هيجي لمدة سنة ونص. ايه اللي حصل او ايه سبب تراجع الزمالك؟ 4 اجتماعات زوم يا كريم كانت بتنبئ مجلس إدارة نادي الزمالك بمشروع أوزوريو جديد في الزمالك. ليه؟ لأن رد هوفنز على استفسارات مجلس إدارة نادي الزمالك تحديدا استفسارات كابتن أحمد سليمان وكابتن حسين السيد كان رد صدامي شوية. يعني هم كلموه إن الزمالك بيلعب في بطولات إفريقية طبعا الكونفدرالية وبيحتاج لخطط مرنة، يعني مش محتاج أسلوب لعب ثابت، دايما هتلعب فرق شمال أفريقية لديها جماهير، هتلعب في ملاعب صعبة شوية، فالجمهور بيحتاج خطط مرنة وفقا للمنافس اللي قدامك. قال لهم لا،
دي طريقه اللعب دي حاجه خاصه بيا وبالمساعدين. قالوا له ده مش تدخل فني ولكن انت ما دربتش في مصر قبل كده، فبيحاولوا يلموا القصه او يعرفوه الوضع في مصر عامل ازاي والضغط الجماهيري عامل ازاي. فالحقيقه ان الرد الصدامي ده خلى الزمالك يتراجع عن التعاقد مع هوفنز. ليه الزمالك اتجه بقى للمدرسة البرتغالية تحديدا جوزيه جوميز؟ أيوة. السر في جيزوالدو فيريرا. جيزوالدو فيريرا تحدث مع كابتن أحمد سليمان والحقيقة رشح هذا المدرب. خلي بالك أحمد سليمان طلب من فيريرا يعني بشكل صريح ان هو يرشح له مدرب بعد كمية السير الذاتية اللي جت او اللي وصلت لمجلس إدارة الزمالك، وبالتالي فيريرا كان اختياره الاول جوزيه جوميز، بس مش عشان تلميذه بس، لكن عشان بيهتم بالتفاصيل الصغيره كريم، كل تفصيله لدرجه ان هو يعني يمكن معانا صورتين اثناء فتره تدريبه للتعاون السعودي كان متعاقد مع شركه تحليل امريكيه. هاتوا الصور يا شباب اللي بيقولوا عليها مهمه. بتجيب بالظبط، بتجيب مساعد بيتواجد في اعلى منطقه في الملعب. بالظبط، مساعد بيتواجد في اعلى منطقه في الملعب اثناء سير اللقاء. هاتوا الصوره اللي قبلها اوضح شويه. على تواصل مع جوميز على طول عشان يغير سير اللقاء من خلال التحليل الفوري، مش بيستنى بقى ان هو يحلل المنافس قبل الماتش او بعد الماتش، لا بيحلل فوري من خلال النقطه البعيده دي في الاستاد، وبيبقى على تواصل لدرجه ان 60% كريم من المباريات الخاصه بالتعاون السعودي كان فيها تحول، يعني بعد ما يتاخر في النتيجه الشوط الثاني بيظهر الفريق بشكل كبير جدا، وده خلاه ليه شعبيه كبيره في السعوديه من خلال هذه الشركه الامريكيه والتركيز مع التفاصيل الصغيره. ده كلام محترم جدا، رأيك في الكلام ده؟ كلام عظيم. طيب بقول لك يا مهاب، انا في نقطه مهمه عند المدرب ده واحنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، ان هو راجل، عشان بس اوضح للساده المشاهدين، يعني شبه تكيس جونيوس كده، شبه ايهاب جلال، فكره البنى اللي من تحت. بالظبط. واحنا الحمد لله كواليتي اللاعبين عندنا تحديدا المدافعين، وخلاص هو مش في الزمالك بس، يعني الحاجات دي بتبقى بالنسبه لهم فيها صعوبات كبيره جدا، فيجي مدرب زي دوت فتخش اهداف باخطاء كبيره للزمالك، فيقول لك لا الراجل ده يمشي. انا بثق جدا في السكاوتنج اللي في الزمالك، ناس شاطره وفاهمه كويس قوي، بس الحاجات دي هو مدرب على فكره سي في محترم جدا، وتحديدا مع التعاون كانت تجربه عظيمه جدا، وكان مترشح للاهلي، وكان مرشح للاهلي، كان مترشح، برافو عليك. وسالت ساعتها كان عماد متعب، لان عماد متعب والحضري كانوا موجودين في التعاون السعودي لما هو كان ماسك وقتها. كان تواصلت مع كابتن عماد، قال لي مدرب كويس جدا. مدرب كويس. طيب رايك ايه فيه يا كريم؟ ما هو ده السبب الاساسي، السبب الاساسي للاجتماعات اللي بتعقد مع المدرب عبر زوم. دايما بيسالوه في النقط دي، بيسالوه ان انت محدد طريقه لعب معينه، بيسالوه في كل حاجه. يمكن كمان كابتن احمد سليمان وكابتن حسين سيد بيستعينوا بنجوم الزمالك السابقين عشان الطرق الفنيه دي. الحقيقه ان رد الراجل كان مرن جدا، حتى من تجاربه العربيه الراجل مرن في فكره التعامل مع المنافس اللي قدامه. ما بيتعاملش مع الماتش بطريقه ثابته، لا بيتعامل وفقا للمنافس اللي قدامه. خليني اقول لك كمان شويه تفاصيل عن عقد جوميز مع الزمالك. المدرب هيوقع لمدة سنة ونص. كانت قال ان في بند كريم ان لو الزمالك خسر الكونفدرالية يحق للزمالك فسح عقد المدرب. البند ده مش موجود تماما. البند اللي موجود ان هو يخلي الزمالك يفنش تاني دوري، يعني لو مش هتكسب الدوري على الاقل توصلنا دوري ابطال افريقيا. لو ما وصلتناش دوري ابطال او ما فنشتش الدوري في المركز الثاني يحق للزمالك دون دفع اي شروط جزائيه فسخ عقد المدرب، لان الزمالك مش عايز يدخل دوامه الابتعاد عن البطولات الافريقيه الكبرى، وبالتالي سواء كسب الكونفدراليه او خسر يعني ده مش شرط اساسي لبقائه. الشرط الاساسي لبقائه ان هو لا اما ياخد الدوري لا اما يفنش ثاني، ده اخره بس كده. ده كلام، اتفضل. يعني هو لو خسر الكونفدراليه بس خد الثاني هيكمل، هيوصل دوري ابطال، هيكمل. اعتقد ده يعني ده بالنسبه لهم هو سياسه مجلس اداره الزمالك كده، شايفه ان الكونفدراليه وارد ان هو يواجه منافسين اكثر استعدادا، اكثر قوه، لكن الدوري ما فيهوش هزار. تارجت تاني مش تبقى موجود في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. بالظبط، صح كده، انا فاهم. بالظبط، فاهم صح. طيب في نقطه مهمه جدا فيما يخص اتحاد الكوره، حتى في بيان الاعتذار النهارده هو يتحدث دايما عن فكره ان احنا ما قصرناش والمنتخب والمدير الفني. واحنا هنا لما نيجي نتكلم في البرامج كلنا، مش هنا بس، في كل البرامج، يعني احنا مشكلتنا مع اتحاد الكوره اكبر من فكره المنتخب، ليها علاقه بالنظام المسابقات، ليها علاقه بقطاعات الناشئين، ليها علاقه بانظمه فتح باب الاحتراف.
كل ده حتى في البيان ما كانش واضح بالنسبه لاتحاد الكره. هل هو واضح لوزاره الشباب والرياضه في حديثها مع اتحاد الكره الدائم؟ يعني خد بالك انه بعد الخروج قبل كده من خساره نهائي كاس الامم والخروج من تصفيات كاس العالم امام السنغال كان في اجتماع موسع ما بين اتحاد الكره للتشاور وخطه مستقبليه لكره القدم والبناء على ما تم قبل كده. ولكن في نقطه مهمه جدا يا كريم برضو الناس بدات كانت تتكلم عنها على السوشيال ميديا والمقارنه ما بين اللي بيحصل في كره القدم وكره اليد. بالمناسبه انا شايف ان في نقطتين مهمتين للغايه ما بيحصلوش في اتحاد الكوره وبيحصلوا في كره اليد مؤخرا في اخر 5 سنين تحديدا من 2018. انك بتبدا تفتح الاحتراف للعيبه من سن صغير. ده اللي بيحصل في كره اليد دلوقتي. شفنا لعيبه من مواليد 2000 و2002 محترفين في فرنسا وفي اسبانيا وفي المجر، فبالتالي انت بتخلي اللعيبه دي تحتك احتكاك قوي جدا مع مدارس اوروبيه في السن ده. فيبدا يتغير العقليه بتاعه اللاعب، الثقافه بتاعته، يتغير كمان البدني، الشق البدني بالنسبه له، كل الامور الخاصه بعقليه لاعب محترف بتتغير. الجانب الثاني المباريات الوديه، وطبعا هنا بتكلم على انه دايما بنسمع ان منتخب مصر عنده معسكر في مباريات وديه بيلجا الى المنتخبات اصحاب الصف الثاني والثالث علشان يحقق نتيجه ايجابيه فيطلع في التصنيف وكذا. لكن في المقابل اللي عمل فرق مع كره اليد انه بدا من اعمار الناشئين والشباب وصولا للمنتخب الاول انه يلعب مع منتخبات اوروبيه فقط اصحاب تصنيف اول. لا يمكن ان هو ينزل للتصنيف الثاني او الثالث الا في نطاق المنطقه العربيه يعني مباريات وديه احتكاك عادي يعني. لكن في المباريات الرسميه الوديه لازم يكون منتخبات صف اول مصنفه علشان يكسر الرهبه اللي عند اللاعب ويخليه من سن صغير بالنسبه له انا بواجهه الند بالند ما عنديش اي مشكله. فنقطتين، الاحتراف مبكرا من سن الناشئين، كمان موضوع الاكاديميات والمدارس ده موضوع كارثي للغايه. الموضوع بقى مشاع وبقى بيزنس صعب جدا انك تتحكم فيه، مطلوب انه يكون في رقابه اكتر على ده والمتاجره باحلام اولياء الامور في مصر وعدم المتاجره. ما لا ما انا بقول لك انه ده بيحصل للاسف، فده مهم جدا انه يتحط عليه رقابه للأسف. اكيد سواء من اتحاد الكره او حتى من الوزاره. افشه ياسر ابراهيم كان عندهم عروض فعلا؟ افشه جاله عرض من الخالديه البحريني ده قبل اغلاق باب القيد في البحرين. تمام. وتم رفض العرض لضعف قيمه المقابل. ياسر كان عنده عرض من ابها السعودي وتم برضه رفض العرض لاعتبارات ماليه واعتبارات فنيه خاصه من مفصل كولر، كان متحفظ على فكره رحيل ياسر. محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم كان عنده عرض ب 3 مليون دولار من قطر القطبي وتم برضه رفض العرض. ورغبه عبد المنعم نهايه الموسم انه يطلع لاحد الانديه الاوروبيه. صحيح. عمرو شرفت ونورت. ربنا يخليك يا حبيبي. وهاب شرفت ونورت. حسام نورت الدنيا. بشكرك شكرا. شكرا ليك يا كابتن. بشكركم شكرا جزيلا. ختام حلقتنا النهارده من رقم 10، ربنا يصلح حال كره القدم المصريه، بس الاهم ان يكون فيها ناس صالحين بيشتغلوا عشان يصلحوا حال الكره المصريه. اشوفكم يا رب على الف خير.